اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي عندي، احنا خلصنا قلنا ان في الاولدر فيرجن او الاولدر ابروتش اوف انسولين ثيرابي، كان هو الانترميديت مع الشورت، وبنعمله ميكسينج، اديه الصبح تلتين الجرعه الصبح، تلتين التوتال اللي احنا حددناه الصبح، والتلت اخر النهار، والجرعه نفسها جواها بقسمها برضو التلتين والتلت، تلتين انترميديت والتلت ايه شورت، زي ما احنا شفنا في المثال اللي شرحناه قبل الصلاه. دلوقتي في يعني طريقه تانية للعلاج بالانسولين، برضو بحدد التوتال، توتال انسولين ريكويرمنت برضو بنفس الطريقه، مثلا وزنه 60 ومحتاج نص يونت كل كيلو جرام، يبقى هو محتاج 30 وحده في اليوم. المره دي هستخدم ابروتش مختلف، عندي حاجه اسمها لونج اكتنج بدل الانترميديت، هستخدم لونج اكتنج اللي هو بيقعد بقى ايه 24 ساعه، او الدجلوديك اللي هو ممكن يقعد لغايه 42 ساعه. فده هستخدمه از بيزل، يعني بيغطي لي البيز لاين ريكوايرمنت، البيزك ريكوايرمنت، كلمه بيزل يعني بيزك ريكوايرمنت اوف انسولين كفرج على طول اليوم، خلاص ده بسميه بيزل، ده بيبقى لونج اكتنج. تمام؟ طيب وفي بقى الشورت اكتنج، ده بعمل بيه ايه؟ بديه على شكل بولس. بولس يعني ايه؟ اجي على وجبه الفطار قبلها بربع ساعه لو هو رابت، او بنص ساعه لو هو ريجولر، ادي له الجرعه اللي بتاعت الانسولين. طيب بقسمهم ازاي؟ والله قال لك انت 50% من فضلك اديهم بيزر. 50 هو يعني بعض الدراسات بتقول، يعني البورد عندكم 50، في بعض الناس بتزودها لغايه 70، يعني خلي البيزر هو الاكتر معايا، خاصه الناس اللي عندها فاستنج هايبر جلايسيميا، اللي هو يصحى من النوم كده بسم الله الرحمن الرحيم سكره 250 300، ماشي؟ فساعات الناس دي بزود لها البيزل شويه عن 50%، لكن مبدئيا مع اللي مكتوب عندكم في البورد هديله 30 50، يعني هو مثلا هياخد 30 وحده توتال، هديله 15 بيزل جالرجين اللي هو لانتوس او ليفيمير او تريسيبا اللي هو الدجلوديك، اي واحد في الثلاثه دول هديله 15. 15 دول ممكن اديهم له مره واحده لو هو تريسيبا اللي هو بيقعد 42 ساعه، او اديهم على مره او مرتين، يعني على حسب التظبيط بقى، على حسب هو الدنيا ما اتظبطت معاه من مره واحده خلاص اديله 15 مره واحده، لو ما اتظبطتش معاه هديله 7 ونص الصبح و 7 ونص اخر النهار ات بيت تايم، خلاص اقسمه، يعني ممكن البيزل يتاخد مره واحده في اليوم او مرتين. مشكله اللونج اكتنج اللي احنا قلناها الازليه، المشكله الكبيره ان هو نوت ميكسد ويز شورت، فبالتالي مش هيوفر عليا ولا شكه واحده بس، يعني هاجي كده اديله الصبح لو سمحت ادي لي البيزل 50% بتوعي 15 وحده او 7 ونص، هقول هنديهم مره واحده في اليوم 15 وحده الصبح شكه الايه البيزل، وبعدين هفطر، لا استنى بقى في شكه البولس اللي هي شورت سواء الليسبرو او اسبارت او الجلولايزين او ريجولر، في شكه الاكل بقى، شكه اللي هي الوجبه البرانديال، براند بسميها برانديال دوز او بولس دوز. اجي والله على اللانش انا هتغدى، طب لا استنى بقى في اللانش دوز، تاخد شكه تانيه تالته بقى، تيجي على السفر تيجي تاخد شكه رابعه، يبقى انت كده شكشكت كام مره في اليوم، فهي مزعجه للبيشنت للشكشكه، لكن ايه هو بيقولوا ان هو افضل عشان هو بيتر مايميك، مايميك يعني بيشابه وبيماثل الناتشرال انسولين سكريشن، فهو ده الجرافيكال برزنتيشن بتاعه او التوضيح بتاعه عشان خاطر اعرفك ايه الفكره بتاعت الابروتش ده، ابروتش مختلف. التاني اذا شفت الابروتش ده، الابروتش الايه الجديد اللي هو بيقول ان هو افضل يعني. طيب زي ما قلنا هو ميزته ان هو بيستخدم دي لونج بيزل انسولين، خلاص، وعشان يمنع الهايبر جلايسيميا، الهايبر جلايسيميا الفاستنج، ويمنع برضو الكيتوزيس. طيب البولس لا، ده بيظبط لي البرانديال او البوست برانديال هايبر جلاسيميا، السكر بيعلى بعد الاكل، لا ما يعلاش عشان انا خلاص خدت البولس بتاعت كل وجبه. طيب احنا قلنا 15، هو ياخد 30 توتال، 15 بيزل و15 ايه بولس. طب 15 بولس هاخدهم ازاي؟ مثلا فطار وغدا وعشاء 5 و5 و5. طب هنفترض بقى لو سمحت ان هو البريكفاست بياكل حته لقمه قد كده خلاص وبينزل ما بيفطرش، هو جامد ياخد 5
والغدا اللي هو هياكل فيه جامد ياخد خمسه برضو، لا ممكن نعمل موديفيكيشن، ناخد مثلا ايه، هنعرف ازاي دلوقتي نديله قد ايه، يعني يعمل استيميت لكميه الكربوهيدرات. طبعا دي صعبه بالنسبه لنا احنا، عشان ايه ادخل وابقى مثقف وعارف ان مثلا رغيف العيش ده فيه مثلا كام جرام كربوهيدرات، وحته الجبنه دي فيها كام جرام كربوهيدرات، دي صعبه علينا شويه. لكن بره بيعمل له زي ليست كده، بيبقى ناس يعني منظم شويه في حياته، فعارف ايه كل اكله وبالوزن كده تقريبا يقدر يحسب فيها قد ايه كربوهيدرات ويظبط الجرعه. لكن احنا مبدئيا كل بسيط ياخد جرعه يعني مثلا ثلاثه، ويزود الاثنين دول يخليهم سبعه في الدينر، في اللانش، يجي على العشاء ياخد الخمسه بتوع الاكله المعتاده بتاعته خلاص. فهي التظبيط بتاعه بيقعد يظبط البولس دي لغايه ما يحقق ويقيس. هاي في البدايه يقيس 4 مرات، مره الصبح، ومره بعد البريكفاست، ومره بعد اللانش، ومره بعد السفر، وكمان ممكن يضيف مره 5 عم يجي ينام خلاص. وساعات كمان يصحى بالليل في نص الليل كده يقيس في البدايه بس، لغايه ما يستقر على الدوز والجرعه المظبوطه معاه خلاص. طيب ادي الجرافيكال برزنتيشن والمثال اللي ايه على البولس بيزل ريجيمين ده، برضه نفس القصه، وزنه 60 ومحتاج 30 جرعه، المره دي هديله 15 و15 بولس، وهديها له 5 5 5 بريكفاست، 5 لانش، 5 سبر، 5 والبيت تايم، مش هديله حاجه خلاص. وده الجرافيكال برزنتيشن بتاعها، او الجراف اللي بيوضح الموضوع. لو حد ليه سؤال يوقفني. هنا الجلرجين في المثال ده اديته مرتين، يعني كده تشك الراجل 1 2 3 4 5 شكات في اليوم، يعني حتى في الاس دي وفي البريكفاست ما عرفتش اعمل لهم ميكسنج. يعني هنا لما اخد القلم كده، هنا ما ينفعش اعمل لهم ميكسنج القلم بين خلاص، هنا في الحته دي كل واحد بيتاخد لوحده ساعتك، وهنا برضو كل واحد بيتاخد لوحده. فدلوقتي الراجل ده هيتشك 5 شكشكات، فدي تبقى مزعجه قوي للبيشنت يعني. الدوزس بتتظبط على اساس البيشنت ريسبونس، زي ما قلت لكم البيشنت كان ادجست ذير اون برانديال دوز بيزد اون كربوهيدرات كونتنت. بمعنى والله لو احنا شايفين البيشنت عارف يحسب الكربوهيدرات، او في دكتور دايت فاهم في الدايت كويس وعارف يحدد له الكربوهيدرات بتاع كل حاجه بياكلها في المعتاد، هيدي يونت لكل 15 جرام كربوهيدرات. يعني مثلا لو هياخد مثلا هياكل وجبه فيها حوالي 45، يبقى هياخد 3 وحدات انسولين. هياكل وجبه لا فيها 90، يبقى هياخد 6 وحدات انسولين. يبقى تقريبا 1 يونت فور افري 15 جرام كربوهيدرات. او استخدم مش عارف احسب بقى نسبه الكربوهيدرات اللي في اكلي، يبقى استخدم رول اوف 500. ايه رول اوف 500 دي؟ بقول لك اقسم 500 على التوتال ديلي انسولين ريكوايرمنت، يعني مثلا على كام؟ على 60. يبقى فيها كام مثلا؟ يبقى 50 على 6 فيها ال 9، لا فيها 8 وشويه خلاص. يبقى هنا ويل استيميت ذا اماونت اوف كربوهيدرات ان جرامز ذات 1 يونت اوف رابيد اكتنج انسولين ويل كفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقسم 500 على 30، سوري على 30، احنا قلنا الدوز اللي احنا من شويه الراجل وزنه 60 وهياخد 30 توتال خلاص. لو قسمنا نسم اهو، نجيب كالكوليتر، بس نجيب كالكوليتر، لا شكرا سيري، نجيب كالكوليتر على الموبايل. لو قسمنا على 500 على التوتال اللي هو 30 وحدة في اليوم، هيديني 16.6 أو 7.10. الصفحة راحت فين؟ أهي خلاص، هيديني 16. ده معناها تقريبا نفس ان واحد يونت من الانسولين هيغطي 16 جرام كربوهيدرات، او 16.7. يبقى مثلا لو انا خدت كربوهيدرات 100 مثلا، وجبه فيها 100، هقسم 100 على 16.7. هقسم مثلا لو وجبه حسبت الكربوهيدرات اللي فيها لقيتها 100 على 16.7 اللي هي تقريبا 15 برضه، هيطلع ان انا محتاج اخد 5.9 وحده، يعني هاخد 6 وحدات انسولين خلاص في الوجبه دي. طب كلت بقى تفاصيل بقى وكلت 200، يبقى انا محتاج اخد 12 وحده انسولين. يعني حسبت الكربوهيدرات كونتنت، الجرامات بتاعت الكربوهيدرات اللي انا اكلتها، لقيتها حوالي داخله في 200 جرام خلاص.
يبقى لا، يبقى انا محتاج اخد ضعف الكميه من الانسولين، واحيانا بزود على المطلوب. يعني مثلا ايه؟ يعني انا مثلا عشان زودت اكلي الزياده الستة يونت اللي انا خدتهم زياده دول فوق ال 30 اللي هو التوتال، عشان انا زودت اكلي، انا اكلت اكل فوق الايه المعتاد. خلاص؟ طيب يبقى هنا وسيله، في وسيله ازاي يظبط اكله، يعني يظبط اكله، يظبط عدد الوحدات على قد اكل اللي اكله. يعني انا دلوقتي اكلت، يعني خدت مثلا ايه قبل ما اكل خدت خمسه معتاد، خمس وحدات. طب جيت كلت رحت مزود الاكل، يبقى ايه؟ يبقى زود خمسه كمان، لو انا اكلت ضعف الكميه اصلا. خلاص؟ يعني ده اللي ايه، وهو بيبقى البيشنت عشان هيقعد فتره في الاول كده ملخبط لغايه ما ايه يقعد يحسب لغايه ما يتعود على ايه، يعني يوزن الاكله بتاعته كده، يوزنها، مش يقعد يحسب بقى، هيوزن بس. اه والله الاكله دي انا كنت واخد لها ايه 5 يونت، كان بيجيب معانا نتيجه. لا لا، ده انا زودت شويه، لا هاخد 7 يونت. ده مش غلط، ده هو صح كده، هو بيسموها patient response. خلاص؟ adjusted based on patient response. احنا قلنا الادفانتجز بتاعت البولس بيلس ريجيم، بيزل ريجيم دي، ان هي مور فيسيولوجيك، لكن الديس ادفانتج بقى الكوست والانكريزد فريكوانسي اند نمبر اوف ديلي انجكشنز. قلنا دخلنا في حوالي 5 انجكشنز او 6، 5 مش اقل، 4 او 5 على الاقل. خلاص؟ rapid acting and basal insulin must be injected separately. خلاص؟ طيب طبعا ده كله احنا كنا بنتكلم على تايب 1، لكن ممكن خلي بالك نوت في الاخر اهي رقم 3، ذا سيم بروسيس بيزل بولس انسولين ثيرابي كان ابلاي تو بيشنت وذ تايب 2، بس بعد ما استنفذ معاه ثلاث حاجات: الدايت، الاكسرسايز، الهايبوجلايسيميك ايجنت. ما جابوش معاه نتيجه، ببتدي ادخل له انسولين، وفي النهايه ممكن كمان يبقى ايه فول انسولين ريجيمين، يعني بيبنيش على الانسولين بس. طيب الراجل حسب وعمل وخد كل حاجه، خلاص؟ جه السكره لقاه عالي. يعني مثلا انا بقول انا عايز والله بعد الاكل ما يزيدش عن 180، لقاه 250، يعني زياده حوالي 70 جرام ملي جرام برسنت في دمه. يعني مثلا بدل 180 ملي جرام برسنت الجهاز قرا 250، يبقى الراجل ده عنده قد ايه زياده؟ حوالي 70 ملي جرام جلوكوز في دمه زياده عن الطبيعي. طب يعمل ايه؟ عايز يعمل كوركشن، عايز ياخد نسبه انسولين تنزل له ال 70 دول بس، ما ياخدش، مش مثلا ايه ايه ده سكري عالي، يقوم ياخد انسولين يوطي سكري. طب ما الاثنين مش مطلوب، مطلوب ان انا افضل في ايه، في الرينج. عايز انزل ال 70 دول، اعمل ايه؟ قال لك والله عشان تعمل كوركشن في قاعده ثانيه غير بتاعت ال 500 دي، اللي بتاعت قبل ال 500، رول اوف 500 دي بستخدمها قبل الاكل عشان اشوف قد اخد كم وحده على قد الاكل اللي قدامي. لكن اكلت وسكري عالي، خلاص اشوف سكري عالي قد ايه، كم ملي جرام في الدم، زي ما قلت لكم مثلا 60 مثلا، خلاص اشوف بقى ازاي انزل ال 60 دول، اعرف كم وحده تنزل ال 60 دول في الدم، اقسم 1800 دي قاعده على التوتال اللي انا باخده في اليوم. باخد كام في التوتال؟ 60. يعني هنا الاكزامبل اهو، فور اكزامبل لو التوتال 60 وحده، هقسم 1800 على ال 60 يديني 30. ال 30 دول يعبروا عن ايه؟ بيقول لي والله لو انت سكرك عالي، مثلا احنا قلنا 180 اعلى لغايه بقى كام؟ بقى 250، يعني حوالي 70 وحده. طيب احنا قلنا 70 على 30 فيها الاثنين وشويه، يبقى هاخد وحدتين ونص مثلا. خلاص؟ يبقى هنا 30 دي معناها ان لو خدت واحد يونت من انسولين هينزل لي 30 ملي جرام في السكر. يعني مثلا انا 250 اخدت وحده هيبقى 230 220. خلاص؟ طب هل ده 220 الاوبتيمال؟ لا، 100 لسه كمان عايز انزله كمان 40، يبقى اخد واحده كمان وشويه، واحده ونص كمان، يبقى اخد واحدتين ونص تقريبا، يبقى ينزل لي السكر للايه؟ للرينج اللي انا عايزه، اللي هو اقل من 180 بالنسبه للناس اللي عندها سكر. خلاص؟ بوست برانديال طبعا. طب لو فاستنج؟ لا، انت مش واكل حاجه بقالك 8 ساعات وسكرك 250. لا بقى، انا مش عايز اقلله من لغايه 180، ده انا عايز اقلله لغايه 130. يبقى في زياده قد ايه؟ 70 و50 في 120، 120 ملي جرام في السكر زياده في دمك، في دم البيشنت. يبقى اعمل ايه عشان انزل 120 دول؟ والله 120 على 30 يبقى عندي اربع وحدات، هاخد اربع وحدات عشان انزل الايه؟ ما هو اربع، كل وحده بتنزل ال 30، 4 في 30 ب 120، يبقى هاخد اربع وحدات انسولين عشان خاطر انزل لو السكر بتاعي
في الفاستنج، لو 250 في الفاستنج هديله 4 وحدات، لكن 4 وحدات بس بشرط ان هو ياكل، يعني 4 وحدات وياكل دلوقتي، عشان خلاص ال4 وحدات دول هينزلوا السكر، بس هو كمان ما اكلش، فلا هديله 4 وحدات وكمان ياكل وجبه بعديها سناكس كده عشان سكره ما ينزلش مره واحده، عشان ده صايم اصلا. خلاص يبقى ما ينفعش يبقى حال من الاحوال ان هو ياخد انسولين في بدون ايه؟ بدون يعني بدون ما ياخد سناكس رابيد اكتنج. في بعض الاسوشيشنز او بعض الدراسات بتقول لك بدل 1800 خليها 1500، يعني 1500 على 60، ده بيبقى يعني ايه؟ لو بيسموها انسولين سنسيتيفيتي، يعني انسولين يعني بدل ما ينزل 30، لا ده الانسولين هينزل الوحده الواحده هتنزل 40. ده في حاله ايه؟ ان يانجر يعني يانجر ادلت معايا لسه التيشوز بتاعته لسه السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه. خلاص؟ فممكن اقول ايه؟ لا والله ده اليونت الواحده ممكن تنزل مش 30، ممكن تنزل مثلا لو قسمنا خلينا نقسم 1500 على 60 مش هتطلع 30، هتطلع اكتر. لو قسمنا 1500 على ال 60 دي هيطلع عندي 25، سوري 25، يبقى الوحده هتنزل 25 بس. يبقى ايه؟ لو less sensitive، لو سوري في الاولدر، في الالدرلي يعني في الكبار، ممكن استخدم ال 1500 بدل ال 1800. ليه؟ بيبقى في ريزيستنس للانسولين اكتر في الكبار اكتر من الصغيرين، فهستخدم قاعده ال 1500. يبقى في الشباب 1800 هي القاعده اللي هتمشي، في الكبار هستخدم ال 1500. خلاص التقسيمه دي طبعا اجتهاديه مننا، مش مكتوبه في الكتاب، بس هو ده المقصود، ان هو لو او على البيشنت ريسبونس. ممكن واحد كبير في السن اديله جرعه انسولين تنزل 30 1 يونت، واحد تاني كبير قده بالظبط اديله 1 يونت ينزل لي 20 او 25. فبتختلف بيشنت ريسبونس هنا بالبيشنت مع الهيستوري بتاعه، مع يعني رحله التحكم في السكر، بيبقى عارف هو اليونت اللي عنده بتنزل 30 ولا 20 ولا 25. خلاص تقريبا يعني. طيب ده الكوركشن. اخر حاجه نستخدمها مع الانسولين مش لوحدها هو الاميلين انالوج. ده طبعا احنا كده لغايه دلوقتي بنعالج ايه؟ تايب 1 دايابيتس ميليتس، تايب 1 دايابيتس ميليتس. خلاص تايب 2 ممكن نستخدم العلاج ده بس ايه؟ بس بعد ما استنفذ الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، دايت اكسرسايز هايبوجلايسيميك ايجنت، وهنتكلم عليها كمان شويه. خلاص الاميلين ده اصلا هرمون بيفرز من البيتا سيل، برضه بيفرز مع الانسولين. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا شباب؟ اول ما يطلع كده بسم الله الرحمن الرحيم يعدي على الخلايا اللي جنبه الالفا سيل بتاعت الجلوكاجون، ويقول لها لو سمحت يا جلوكاجون لا يعني اقف، عشان ده مش وقتك، ده وقت الانسولين دلوقتي، ده وقت صاحبي اللي انا طالع معاه اللي هو الانسولين، وانت وقتك لسه ما جاش. انت دلوقتي الراجل عنده سكر كتير في دمه، وعايزين نخزنه في الليفر وعايزين نستهلكه، فانت اركن شويه يا جلوكاجون. فالجلوكاجون يفضل قاعد في الخلايا بتاعته ما ينزلش في الدم. فدي اول وسيله ان هو بيمنع الانتاجونست بتاع الانسولين. خلاص وبالتالي بيساعد على تاثير الانسولين ان هو يزيد. تاني حاجه بيعملها ان هو بيعمل جلوكاجون لايك افكت. يعني ايه الجلوكاجون لايك افكت ده؟ سوري جلوكاجون لايك بيبتايد، في 1 اللي هو هرمون كده بيبقى اما بناكل بيفرز. ميزه الهرمون ده ان هو بيقلل، بيعمل ساتايتي، يعني بيعمل بيزود ان انت يحصل لك شبع بسرعه فما ياكلش كتير، زائد ان هو بيخلي الاكل يقعد في المعده فتره اطول، فيقلل امتصاص السكر وبالتالي بينزل السكر في الدم. لكن الاميلين ده ما ينفعش يتاخد لوحده، لازم يتاخد مع مين؟ مع الانسولين، لان احنا اتفقنا ان هو مش انسولين لايك افكت، لا ده هو بيمنع الجلوكاجون وبيخلي الاكل يمتص ببطء ويقعد في المعده فتره اطول وبيزود الشبع، فهو مساعد. لكن على الرغم من كده لازم اقلل جرعه الانسولين للنص تقريبا، عشان لو خدت معاه اميلين، يعني الراجل بتاع السكر اللي هو مثلا بياخد 30 وحده ممكن اقلله بس ال 15 وحده لو انا هديله معاها ايه؟ اميلين. طبعا الاميلين احنا مش بنديه از اميلين، هو في الجسم اسمه اميلين، لكن احنا اللي اتصنع واللي اتعمل في بره شبهه اسمه برام لينيتيد او برام لينتايد. برام لينتايد اللي هو البراند نيم بتاعه سيملين،
او السايملين. خلاص السايملين ده عباره عن برام لينيتايد. برام لينيتايد ده هو الانالوج بتاعه اللي هو اللي اتصنع، او الاسم التجاري السيملين. بيبقى فيه منه اقلام زي ما انتم شايفين، او فايل زي ما انتم شايفين على الجنب كده. خلاص ف بس اشوف حاجه، شوف عايز استخدم يبقى ده السيملين، سوري ده السيملين، وده البن زي ما قلت لكم بتاع الايه البرودكت ده. ده ميزته ان هو بيستخدمه كمساعد للانسولين، بس لازم اقلل الجرعه بتاعت الانسولين زي ما قلت لكم. ممكن استخدمه في تايب 1 او تايب 2 as adjuvant therapy in patient receiving insulin. خلاص طيب الجرعه بتاعته قد ايه؟ بديله والله 15 مايكروجرام subcutaneously immediately before main meals، يعني قبل الوجبات. ليه؟ لان احنا عارفين الميكانيزم بتاعه ان هو بيزود الساتايتي، يخليك مش تاكل كتير، يخلي الاكل ما يمتصش بسرعه، يمنع الجلوكاجون ان هو يطلع. فلازم يتاخد قبل الميل، خلاص before main meal. خلي بالكم النقطه الثانيه دي، must reduce the dosage of preprandial، يعني الجرعه اللي هاخدها قبل الاكل لازم تقل لغايه 50%. يعني لو هاخد 5 وحدات قبل الاكل هخليهم كام؟ 2.5. خلاص لو باخد 7 اخليهم 3.5. يبقى دايما لو انا خدت 15 مايكرو جرام سيملين يبقى اخد الانسولين اقل الجرعه بتاعته 50%. خلاص الماكسيمال دوز بتاعته 60، يعني ممكن انا مثلا لو هاكل 3 مرات هاخد 15 و15 و15 يبقى 40. لو هاخد اكل 4 مرات ممكن اخد 4 مرات، لكن الماكسيمم ما اخدش اكتر من ايه، من 60 مايكرو جرام في الوجبه الواحده. خلاص ممكن يعني زود. طبعا التزويد يا جماعه ما بيبقاش ايه، يعني انا مثلا خدت 15 وقللت الوحده، قللت الايه الانسولين ل2.5 بدل 5، خلاص لقيت الدنيا ما ظبطتش، يعني سكر عالي، لا انا ما استنى 3 ايام على النظام الجديد. بعد 3 ايام لقيت برضو لسه بيعلى شويه بعد الاكل، يبقى هزود كمان 15. يعني بمعنى جيت مثلا عند وجبه الغداء باخد والله 7 وحدات انسولين، خلاص جيت قللتهم 3.5 وخدت معاها برام لينيتايد او سيملين 15 مايكرو جرام، خلاص لقيت سكر عالي سنه بعد الاكل. طيب اعمل ايه؟ اقعد اغير بقى على العشاء اغير؟ لا، بكره تاني يوم لا اغير؟ لا، امشي على نفس السيستم لمده 3 ايام. لو لقيت بقى في ثالث يوم نفس المشكله ان هو بيعلى سنه بعد الغداء، يبقى انا لا هزود السيملين من 15 ل 30، ماكسيمم 60. ماكسيمم كام؟ 60 with اتش بي. خلاص ده كده بالنسبه للتايب 1. بالنسبه للتايب 2 خلي بالكم بقى، في تايب 1 ابتدينا ب 15، خلاص في تايب 2 ممكن نبتدي ب 60. ليه نبتدي ب 60 في تايب 2 مع ان احنا ابتدينا بس ب 15 في تايب 1؟ لان زي ما قلت لكم الاميلين او السملين ده تاثيره ان هو مساعد للانسولين. الانسولين في تايب 1 خلاص موجود اديناه، احنا لازم نديه، يعني هو لازم ياخد انسولين. لكن في تايب 2 في مشكله، حتى لو خدينا له انسولين هو اصلا مشكله تايب 2 ان هو عنده ريزيستنس للانسولين. خلاص فعشان كده انا يعني هقلل الانسولين برضه للنص، بس المره دي هعمل انيشيشن ب 60 في الوجبه الواحده. خلاص يبقى في تايب 2 الدوزنج بتاع السملين 60 مش 15، وممكن يوصل لغايه 120 ماكسيمال دوز فور بير اتش ميل. خلاص كان الماكسيمم هناك 60، لا هنا الماكسيمم 120. وبرده نفس الحكايه التايتريشن في الزياده، ما زودتش مره واحده كده مثلا من 60 مثلا ل 75، لا عايز استنى 3 ايام ما جابش نتيجه ازود الايه جرعه السملين مع جرعه الانسولين اللي بديها قبل الاكل. خلاص واتفقنا ان جرعه الانسولين هتتخفض ل 50% هي البري برانديال. هي ايه البري برانديال؟ البري برانديال هي اللي هتقل بنسبه 50%. حلو الشخبطه دي. طيب ادفرس افكت، خلي بالكم في مشكله، ما قلت لكم ان هو بيخلي الاكل يركن في المعده شويه، هو بيعمل نوزيا فوميتنج احساس في البدايه كده، ممكن بعد كده توليريتد كان بي توليريتد، لكن الكونترا انديكيشن هو اصلا بيعمل ايه؟ بيخلي تفريغ المعده بطيء. طب لو حد عنده
جاسترو باريسز. جاسترو باريسز يعني ايه؟ يعني الاعصاب اللي مغذيه المعده ومخليها تحصل فيها موتيليتي وتتحرك ويحصل فيها هضم اصلا فيها مشكله، فيحصل له ايه؟ اصلا المعده ياكل ما هو عنده مشكله، ياكل يحس الاكل بايت في بطنه يومين، لا يبقى الراجل ده ما ينفعوش العلاج ده خالص. خلاص؟ او راجل عنده مشكله في الادهيرنس للمونيتورنج بتاع البلاد جلوكوز، يعني ايه؟ ياخد الانسولين ما يقيس السكر ما في اليوم مره مثلا، او في البدايات على الاقل يعني يقيسه مرتين في اليوم في البدايات، بعد هو مقاسي ومره كذا مره السكر عالي منه او وطي منه بسبب ان هو مش متابع، فده لا خلي بالي ما تدوش السمنين، لان السمنين زي ما قلت لكم بيخلي الانسولين دبل الافكت بتاعه. في نقطه هنا مهمه برضو، اي واحد الهيموجلوبين A1C اعلى من 9 ديا ما تدوش سمنين كونترا انديكيتد، ودي دي ممكن نقف عندها شويه. ليه؟ يعني انا اصلا السمنين بيزود مفعول الانسولين خلاص وبيخليه يجيب نتيجه كويسه، فهيساعد ان الهيموجلوبين اي 1 سي يقل خلاص، بخاصه لو بصينا تحت كده في الافيكاسي، الافيكاسي بتاعته بتحسن بتقلل الهيموجلوبين اي 1 سي من نص ل 1% ريدكشن في خلال مثلا 6 شهور، فدي حاجه كويسه. طب ليه ما مشيش على السملين بقى لو انا واحد جاي لي اصلا الهيموجلوبين هو اي 1 سي بتاعه اعلى من 9؟ لو حد عنده اقتراح او اجابه يا ريت يقول لي، يعني يا ريت حد كده من الشباب كده ايه الجمال السبعه اللي قدامي يقول لي ليه واحد هيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 9 انا عايز اقلله والسملين هيساعد ان انا اقلله، طب ليه ما ادوش سملين؟ ليه كونترا انديكيتد؟ حد عارف؟ حد عنده مثلا اقتراح او تخيل ليه ايه مشكلته الراجل ده؟ هقول لكم مشكلته ايه. مشكله الهيموجلوبين اي 1 سي اعلى من 9 ده دليل ان هذا المريض سكره، احنا اصلا الاوبتيمال بتاعنا احنا عايزين نقلله اقل من 7، فلو لقينا مثلا 7.5 لقيناه 8 8.5 9، لكن اكتر من 9 معناها ان هذا المريض عنده مشكله في الفاستنج هايبرجلايسيميا. فاستنج عنده سوري عنده فاستنج هايبرجلايسيميا. طيب الفاستنج هايبرجلايسيميا دي المشكله ايه اللي بيحصل؟ سوري عنده فاستنج، ممكن يجي له فاستنج هايبوجلايسيميا. لو حصل له فاستنج هايبوجلايسيميا واديته سملين ممكن يوقعه في كوما خلاص. فعشان يعني سوري التسعه ده تسعه في تسعه فما فوق معناها انه ممكن يجي له فاستنج هايبوجلايسيميا. فاستنج هايبوجلايسيميا هديله سملين كمان هيعمل له سيفير هايبوجلايسيميا وممكن البيشنت ده يقع مني. فلازم يعني البيشنت اللي هو greater than 9% ده انا بمشي على انسولين مكثف لغايه ما يقل عن 9. اول ما يقل عن 9 ممكن اساعد بايه؟ بالسملين، عشان ما الدوز بتاعه الانسولين ما تبقاش زياده تعمله هايبوجلايسيميا وادينه سملين يحصل له سيفير هايبوجلايسيميا فممكن يروح مني خلاص. لان زي ما قلت لكم امايلين ده الافكت بتاعه مساعد جدا وبيخليني اقلل الدوز الانسولين للنص خلاص. فاصلا اللي فوق 9 ده بياخد انسولين دوز ممكن ياخد دوز عالي عشان نقلل الهيموجلوبين اي 1 سي، وممكن يكون بياخد هايبوجلايسيميك ايجنت كمان لو هو تايب 2 فيحصل سيفير هايبوجلايسيميا. الافكاسي زي ما قلت لكم ان هو بيقلل الهيموجلوبين اي 1 سي بنسبه 1 الى 2%. بكده احنا خلصنا الجزء بتاع المانجمنت اوف تايب 1 diabetes mellitus، management of type 1 diabetes mellitus. ارجو يعني احنا باختصار شديد ادينا له انسولين مش مزعج تايب 1 ده خلاص، هو معروف انه ما عندوش انسولين، وبعدين بعد ما ادينا له انسولين قلنا له هنحدد التوتال ديلي ريجيمن خلاص، التوتال ديلي قصدي ريكويرمنت من الانسولين كام على حسب وزنه، قلنا من 0.3 لغايه 0.6 تقريبا. وبعد ما حددنا التوتال يا اما هندي له اولدر ابروتش اللي هو انترميديت وشورت مرتين في اليوم تلتين والتلت، او نيور ابروتش الجديد اللي هو البيزل بولس ادي له جرعه نص الجرعه ال 30 بيزل والنص الثاني بولس متقسم على حسب الوجبات، وتعلمنا ازاي نظبط جرعه الانسولين على حسب الكربوهيدرات كونتنت او ويت قد ايه جرامات كربوهيدرات، نقسم 500 على التوتال يديني تقريبا 16 دي هي نمبر اوف كربوهيدرات جرام اللي الواحد يونت من الانسولين بينزل.
فلو مثلا بياكل 30 كربوهيدرات ياخد 2 جرعه، ياكل 60 ياخد 4 وحدات وهكذا. وتعلمنا لو احنا لقينا سكره عالي بعد ما خد الانسولين كل حاجه نشوف هو عالي قد ايه، نقول مثلا نقسم 1800 على التوتال يدي مثلا 30، يبقى الوان يونت بتنزل 30، يبقى هو مثلا سكره عالي 60 وحده على 60 مللي جرام برسنت في الدم، اخد وحدتين زياده عشان ايه انزل ال 60 دول وهكذا. وبعدين خدنا الاميلين بيساعد الانسولين، واتفقنا ان هو كمساعد للانسولين خلاص ما ينفعش يتاخد من غير الانسولين. وبكده عملنا مانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس. دكتوره مروه عندها سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب احنا 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 في بقى في كيس كده ممكن نبص عليها، كيس عشان نبقى يعني ايه هنكتب البورد طبعا اللي قدامنا ده. هناخد دلوقتي هنبتدي في الثيرابيوتيك مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس، بس هنبص على كيس كده اخدناها ايه وعدينا عليها بسرعه ما وقفناش عليها. إيه الكيس اللي قدامي دي؟ أنا عباره عن بسم الله الرحمن الرحيم 24 years old 21 year old patient، الوزن بتاعه 80 كيلو جرام، واتشخص على تايب 1 after discovery of elevated glucose concentration average 326 ملي جرام بير دي سيلتر. خلي بالكم يا شباب سكره عالي اول ما اكتشفوه يعني معايا، فبرضه تايب 2 ممكن واحد يبقى تايب 2، بس اول ما اكتشفه 350 400 ببتدي معاه بالانسولين على طول. واضح ان هو ايه يعني اول ما اكتشفته في السكر بتاعه في السماء في بعض الابروتشز بنبتدي معاه انسولين اكنه تايب 1 خلاص. طيب نكمل، يبقى ده تايب 1 واول ما قاسوا لقوه ب 326 وعنده ساينز اوف ايه السيمتومز بتاعت هايبر جلاسيميا، ان هو بيخش ميه يعمل حمام كتير، بيعطش بسرعه، بياكل كتير، الاعراض بتاعت الهايبر جلاسيميا خلاص. which is the most appropriate initial dosage of rapid acting insulin before breakfast for this patient assume the total daily regimen requirement insulin 0.5 بير كيلو يونت بير كيلو جرام بير داي. يبقى هو 80 هاخد نص وحده يبقى 40 يونت. بيقول لي ما هي الابروبريت انيشال دوسج اوف رابيد اكتنج، يعني خلي بالكم بقى من السؤال، رابيد اكتنج انسولين بيفور بريكفاست خلاص بيفور بريكفاست. طبعا واضح من السؤال ان الراجل ده هيمشي على رابيد اكتنج مع بيزل خلاص. فاحنا لو قسمنا ال 40 دول على 50 و50 هنقسمهم 40 و40 سوري هم احنا هياخد التوتال 40 هنقسمهم 20 و20 خلاص. طيب ال20 بيزل هياخدهم مره واحده او على مرتين مش مشكله، البولس هناخدهم بقى على حسب الوجبه بتاعته. ال20 هنقسمهم على 3 يبقى فيها حوالي 7، يبقى في الوجبه حوالي 7 يونتس خلاص. يبقى هنا في البريكفاست بيفور بريكفاست فور ذيس بيشنت حوالي لو احنا قسمناهم 7 7 7 يبقى الراجل ده هياخد 7 يونتس في البريكفاست خلاص. طبعا في يعني ده عموما الطريقه اللي هي الايه الستريت فورورد، لكن لو البريكفاست بتاعه خفيف خلاص ممكن بعد كده اقلل الايه اقل اليونتس دي لو لقيته بيحصل له هايبوجلاسيميا، لكن مبدئيا هو محتاج حوالي 20 وحده رابيد اكتنج هقسمه على الثلاث وجبات حوالي 6 وشويه 7 خلاص. يبقى الاجابه الاقرب للصواب هي 7 يونتس خلاص. طيب ده بالنسبه للسؤال الكيس دي. اللهم صل على النبي. هنبتدي بقى في التايب 2 therapeutic management of type 2 diabetes mellitus. type 2 مختلف، المختلف فيه بقى يا جماعه ان هو لازم اول حاجه ان هو عشان هو progressive، يعني progressive كلمه يعني progressive يعني في البدايه يبتدي سكره عالي شويه وبعدين سنتين ثلاثه اربعه خمسه الاقي سكره بدا يعلى، فبروجريسيف التايب 2 diabetes مع الوقت غير type 1. type 1 هو بس الهاني مون فيز في الاول يعني شهر العسل بتاع الايه بتاع البيتا سيل اللي هو لسه بتقاوح كده وبتنزل الانسولين
وبعد كده خلاص يبقى هو نايف، يعني انسولين نايف ما عندوش انسولين خالص. لكن دايب 2 ممكن مثلا في بدايه مثلا اربعينات 42 سنه يبقى ايه جيله سكر مثلا خلاص، وبعدين بدايه يقول لك سكر عالي شويه، على 45 يعني سكره عالي كمان، على 48 كل سنتين ثلاثه تلاقيه لا ده سكر بيزيد معاه فبروجريسيف. فعشان كده برضو علاجه بيبقى ستيب وايز، يعني مش معقول ان انا اعالج اللي هو لسه في بدايه تايب 2 زي اخر واحد، زي اللي هو لا اللي هو بعده بقى مضى عليه 10 سنين وبقى يعني المرض حصل فيه بروجريس في ال 10 سنين دول، مش ده مش زي ده. فعشان كده ستيب وايز ابروتش هعالجه بستيب وايز ابروتش. في حته تانيه برضو مهمه ان هو بإمفاسايز patient centered approach، اللي هي الكلمة دي a patient centered approach to care. يعني إيه patient centered approach؟ يعني معتمدة على البيشنت. لما يجي يا جماعة للتايب 2 diabetes mellitus الكنترول بتاعه لما ألاقيه فرنج يعني عالي، بس اكتشفته مثلا في فرنج 250 مثلا خلاص فاطر، خلاص اكتشفته فرنج 250 خلاص أنا هبتدي بقول له أنت سكرك عالي فاطر، أو مثلا اكتشفته مثلا في رينج 180 صايم مثلا او 140 صايم، فده ده عنده سكر 140 صايم عنده سكر بس لسه رينج في رينجات القليله. فممكن اقول له نبتدي مع بعض بحاجتين، بالدايت خلاص هنعمل دايت ريستريكشن للكربوهيدرات، وهنغير طبيعه الدايت بتاعتنا اللايف ستايل، هنبعد عن الفاست فود، هنبعد عن الليله دي كلها، وهنبتدي اكل هوم ميد، اكل في البيت بقى، واكل ما بيبقى فيه نسبه خضار ونسبه الياف عاليه، وهنقلل جدا من الكربوهيدرات والفات خلاص. وهنمشي على السيستم ده على شهر مع اكسرسايز. وطبعا انا كنت بدي للشباب بتوع نقابه الصيدله كنت بديهم يعني الدايت، معلومات كتير في الدايت ومعلومات كتير في الاكسر حتى في الاكسرسايز، بس انا مش هقدر اخش معاكم فيها دلوقتي لسبب ان احنا طبعا مركزين على البورد فارماكوثيرابي. بس التايب 2 دايما بنبتدي معاهم بالدايت والاكسرسايز، وبعدين الاكسرسايز ده يعني على الاقل، على الاقل ملخصه يعني على الاقل اتليست 30 مينتس ووكينج، ووكينج مش هقول جري، بس الووكينج ده يبقى يعني مقياس ان هو هيجيب نتيجه او مش هيجيب نتيجه مع البيشنت ده، ان هو بيمشي مشي سريع اللي هو ماشي المد، لدرجه ان هو لو ماشي مثلا معاه حد جنبه ويجي يكلمه يلاقي نفسه بينهك كده، يعني مش عارف يكمل الكلام، مش عارف ياخد راحته في الكلام، مش ماسك بقى على النيل وماسك في ايده قرطاس لب ويقول لك انا مشيت النهارده ساعتين ونص ولا ليهم اي لازمه اصلا، قاعد بتتمشى مخطر وكمان عمال تاكل حاجات وانت ماشي، فانسى انسى خالص ان ده يعتبر اكسرسايز. الاكسرسايز اتليست 30 مينتس فاست ووكينج، يعني ماشي سريع خلاص. لو في حاجه احسن من كده اكتر من كده بقى كويس، لو مثلا جري او كده ده يبقى افضل طبعا خلاص. ده بنمشي على الاكسرسايز لمده شهر والدايت، وبعدين نرجع نقيس السكر تاني. لو لقينا السكر لسه في رنجات اللي هو الدايابيتك، بنبتدي بقى ايه كونسيدر اول فيرست لاين اوف تريتمنت، كونسيدر بيشنت بريفرنس. طبعا انا قلت لكم ان هو بيشنت سنترد ابروتش ليه؟ لان في مثلا البيشنت يقول لك ايه انا بفضل والله امشي على الاكسرسايز والدايت فتره اطول، مش خلاص راعي انا مش عايز اخد ادويه، ماشي حاضر. وفعلا الادويه ليها سايد افكتس زي ما هنشوف مزعجه. في بعض البيشنت لا يعني خلاص ممكن يستجيب ويقول لك لا انا ابتدي العلاج اصلا من البدايه عشان ايه الحق، يعني انا عارف نفسي لا هعمل رياضه ولا هتحكم في الدايت، فانا يفضل من البدايه كده احترم نفسي واخد الدواء خلاص. فبيختلف من عشان كده بسميه بيشنت centered approach. الميتفورمين اللي هو السيلوفاج هو initial drug of choice، يعني هو دايما بيبتدوا بيه. يعني مثلا بداية كده عملت دايت يا معلم وعملت exercise وما جابش نتيجة، هبتدي معاك بايه؟ الميتفورمين. الميتفورمين مونوثيرابي، اهو كاتب لك تحتيها اهو مونوثيرابي خلاص. المونوثيرابي ده معناها ان انا باخد حاجة واحدة بس اللي هي ميتفورمين خلاص. في بقى مالتيبل ثيرابي يعني بديله كذا علاج. في البدايه ببتدي معاه بميتفورمين بس. ايه ميزه الميتفورمين؟ ان هو بيزود السنسيتيفيتي بتاعه التيشوز للجسم. وهنا الحته دي هتخليني يعني عايز اديكوا بقى الهايبو، لان انا دلوقتي الميتفورمين هبتدي بيه جاب نتيجه الحمد لله وظبطت الدنيا، هفضل ماشي عليه والدنيا ماشيه كويس.
ما جابش نتيجه هبتدي ازود واحد تاني من كلاس الكلاسز اللي جايه. طيب ايه هي الكلاسز بتاعت لو حد وقع مني يا شباب او حاجه يوقفني ويخش او كده معايا؟ ايه هي الكلاسز بتاعت السكر الهايبوجلايسيميك ايجنتس؟ هنبص على الكلاسز والميكانيزم اوف اكشنز بتاعها ان جنرال، وبعدين نخش بقى نرجع لكتاب البورد تاني. بفضل بس بفضل ان انا اديكو الايه الفارماكولوجي كده ان بريف كده باختصار يعني. ده المايك ده الاو ده اللي احنا كنا فاتحينه من شويه. اوبن ريسنت تايب 2. بصوا يا شباب، انا عندي كلاسز كتيره من الانتي دايابيتيك ايجنت. الكلاسز دي هنا حوالي 10 كلاسز هندرسهم يعني كتير شويه يعني معايا. اولهم الميتفورمين، هو ده الفيرست لاين اوف تريتمنت. عندي السلفونيليوريا اللي هي منها الجليميبرايد اللي هو عباره عن الاميرال والجليبيزايد والجلايبيورايد، دول معروفين مشهورين برضو في علاج الايه الاميرال واخواته، في علاج السكر، في علاج كعلاج للسكر قبل ما يخش موضوع الانسولين. في الميجليتينايدز دي عباره عن ريباجلينايد وناتجلينايد. في الافانديا بقى اللي هو الثايوزولادين دايون، البايوجليتازون والروزيجليتازون، دي برضو يعني كلاس رابعه من الانتي دايابيتيك ايجنت. عندي في حاجه اسمها داي بيبتايديز بيبتايد انهبيتور فور انهبيتور، داي بيبتايد داي بيبتايديز داي بيبتايد لا داي بيبتيدايل بيبتايديز فور انهبيتور. دي مجموعه برضو مجموعه الجليبتينز، مجموعه دي برضو بتمنع الانزيم ده، والانزيم ده هنقول دوره ايه وايه الميكانيزم بتاعه في اكشن. في نوع اسمه شوجر صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور، ده بيشتغل على الكدني، يخلي الكدني تنزل السكر في البول عشان يوطي السكر خلاص. ودي مجموعه اللي هي الجليفلوزين، جليفلوزين انا بسميها جليفلوزين او دابا جلايوزين او امباك جلايوزين. طبعا هي اسماء معلش كتيره شويه انهم 10 كلاسز، فهنتعب شويه في ايه في حفظهم. نمبر 7 ده جلوكاجون لايك بيبتايد 1 انالوج، ده شبه مين؟ شبه الاميلين، بس الاميلين كان شبه يعني شبههم فيهم شبه من بعض في الميكانيزم اوف اكشن. دي الانالوجز بتاعته للصناعات بقت شبهه، بتعمل المفعول بتاعه اكزيناتايد ليراجلوتايد دولاجلوتايد والبيجلوتايد خلاص. دول الايه الكلاس نمبر 7، وهنقول الميكانيزم اوف اكشن بتاعت معظم الحاجات دي عشان نعرف بتاثر ازاي خلاص. طيب نمبر 8 عندي الاكربوز او الالفا جلوكوسيديز انهبيتور نمبر 8. ده بيستو ان هو بيشتغل لوكال، يعني ايه بيشتغل؟ انت ما بيمتصش في الدم، هو الميجليتول من نفس الجرعه كمان، هما الاثنين بناخدهم بياخدوا مرضى السكر، دول ياخدهم مع الاكلات، الاكله ياكل فيها كربوهيدرات وياخد معاها الاكربوز يمنع امتصاص الجلوكوز من الوجبه بتاعته. عامل زي شبه كده يعني شبه فكره الايه في الفات بقى، يعني الناس اللي عايزه تنزل دهون بتاخد دواء اسمه ايه بتاع اللي بيمنع امتصاص الدهون اسمه ايه؟ الواحد بينسى يا اولاد، حد فاكر الدواء اللي هو المشهور قوي بيتاخد مع الاكل عشان يمنع امتصاص الدهون؟ حد من الشباب كده اللي موجودين يفكرني اسمه ايه يا ولاد، الواحد بقاله كتير ما بقاش صيدليه. في اللي هو اللهم صل على النبي، الدواء اللي بيمنع امتصاص الدهون بتاع شركه روش، حد فاكره؟ هفتكره وانا بتكلم دلوقتي خلاص. ده ميزته بقى مش بيمنع الدهون من الامتصاص، ده بيمنع الكربوهيدرات نفسها من الامتصاص، بيمنع الهرمون الانزيم الجلوكوزيديز ده اللي في الانتستن، وبيمنع الابزوربنس بتاعها، فبالتالي يقلل الجلوكوز البلاد جلوكوز ليفل خلاص. ميزته ان هو بيتاخد مع الدايت وملوش ايه سيستميك افكت لان هو اصلا مش بيمتص. نمبر 9 في عندي حاجه بايل اسيد سيكويسترنت، دواء بيمسك في البايل اسيد، اكتشفوا ان ليه افكت يعني ان اندرستاندد ميكانيزم اوف اكشن، يعني ان اندرستود مش مفهوم ميكانيزم اوف اكشن بتاعه، بس لقوا ان هو بيأثر على بيزود بيقلل البلاد جلوكوز ليفل.
هو ونمبر 10 ده البرومو كريبتين، اخر 19 دول الميكانيزم بتاعهم مش معروف، لكن بيقللوا السكر وممكن يستخدموهم. طيب احنا دلوقتي عندنا 10 كلاسز، في كل واحد منهم حوالي من 3 4 ادويه للدوايين او 4 او 5، كل كلاس فيها نمبر اوف ديريفاتيفز معموله عشان نختار ما بينهم. طيب انا بقى الراجل الجاي هنختار من ايه؟ زي ما قلت لكم من شويه، هنختار نبتدي نختار في البدايه خالص، هبتدي معاه بالميتفورمين، بعدين هبتدي بقى اضيف ايجنتس تانية واختار. طب اختار على اساس ايه؟ اختار على حاجات كتير، على اساس الميكانيزم اوف اكشنز، نختار واحد ميكانيزم اوف اكشن مختلف، مش هضيف اثنين من نفس الجروب، دي حاجه. الحاجه التانيه على حسب البيشنت اللي قدامي، والله بيشنت عندي اما نيجي ندرس كده هنلاقي واحد فيهم غير مناسب للبيشنت اللي هي مش بتاخد بالها من سكرها، هيعملها هايبوجلايسيميا ويدخلها في اغماء وهي مش واخده بالها لانه بيعمل هايبوجلايسيميا. واحد تاني زي ما نشوف في كيس من شويه يقول لك انا والله مش عايز وزني يزيد، في ادويه منهم ثلاثه كلاسز على الاقل بتزود الوزن. طب دي يبقى انا في الاختيارات بتاعت الاجابه على الكيس دي هستبعد الثلاث ادويه اللي فيهم بيزودوا الوزن وهختار الدواء اللي مش بيزود الوزن. طب في حاجه اهم من كده؟ اه، في ادويه ممنوعه في الرينال امبيرمنت. يا نهار ابيض، لا ده عنده رينال امبيرمنت، عنده الكيدني فيها مشكله. وبنقيسها ازاي؟ بنقيسها عن طريق الاستيميتد جلوميريولار فلتريشن ريت، وبعد كده بنعرف الكيدني فيها مشكله ولا لا. وعلى اساس كده بعض الكلاسز دي هتستبعد نهائيا بسبب الايه؟ السايد افكت بتاعها. بعض منها بيعمل مشكل بنكرياتيتس، فهو عنده هيستوري اوف بنكرياتيتس، التهاب في البنكرياس قبل كده، بمنع تماما الايه؟ الكلاس دي. فكل واحد فيهم ليه سايد افكت ممكن استبعده، وبالتالي في النهايه اقدر يعني واحد قال لا مش عايز ازيد في الوزن بستبعد ثلاثه كلاسز، واحد عنده لينا المشكله في الكدني بستبعد كلاسز ثانيه، واحد مشهور بان هو بيعمل مشاكل في الكاردياك هارت فيلير، تخيل مريض سكر وتاخد دواء يجيب له مشكله في القلب، فلو هو عنده هيستوري في كاردياك بروبلمز ممكن امنع عنه الكلاسز دي. فهنشوف بقى الكلاسز دي هندرسهم، بس قبل ما ندرسهم وندرس مشاكلهم ومزاياهم هندرس الميكانيزم اوف اكشنز ان بريف في الفارماكولوجي بتاعهم. انا طولت عليكم، لسه بدري شويه، لسه الساعه 9 الا 10 لسه. لو عايزين تاخدوا ريست خشوا كده قولوا لي يا دكتور ممكن ناخد ريست او حاجه، بس ممكن ناخدها ريست بعد الفارماكولوجي دي، هنقعد فيها حوالي نص ساعه وبعدين ناخد ريست ربع ساعه وبعدين نكمل، او لو حسب انتوا عايزين يعني معايا، لو عايز تخلصوا على بعض ماشي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. فين بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه في حاجه اسمها فلاش كارد، برضو هبعتها لكم كماتيريال ان شاء الله، هتفيدكم قوي، هتنبسطوا منها قوي يعني. فلاش كارد دي بتلخص وبتفهمك في نفس الوقت. ادي الانسولين يا شباب، لما نبص كده في النص يعني ده تاثير، ده البلاد جلوكوز. البلاد جلوكوز ده ليه سورسز في جسمنا، خلاص السورسز يعني البلاد جلوكوز في دمنا ليه سورس. ايه هو السورسز بتاعه البلاد جلوكوز في دمنا؟ اول حاجه من الاكل، absorption of glucose، ده بيزود. لحظة كده عايز اعمل بس بوينتر او حاجة، انا بصراحة مش بعرف اعمل بوينتر للأسف، انا مش شاطر في الـ للأسف يعني بوينتر ان انا السهم يبان وانتوا وانا بشرح يبان لكم يعني ماشي. طيب انا مش عارف اعملها، اعرفها بعدين. خلاص البلاد جلوكوز اللي في النص ده في حاجات بتزوده، خلاص ايه اللي بيزوده؟ الابزوربشن من الدايت بتاعتي، تمام. ايه تاني بيزوده؟ هل بس ده السورس؟ يا ريت. احنا قلنا ساعات اي واحد صايم ما اكلش حاجه وسكره عالي، عالي ازاي؟ الليفر بيحصل جلايكوجينوليسيس، تكسير الجلايكوجين اللي فيها وتحوله لسكر، والسكر ده تصبه في الدم، يبقى دي مصدر تاني للجلوكوز في الدم. المصدر الثالث برضه الليفر، بس المره دي ايه؟ حتى لو جلايكوجين خلص اللي اتكسر ويحوله كله جلوكوز، الليفر عنده قدره يصنع جلوكوز جديد، يصنع جلوكوز من لا من 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 نون
كربوهيدرات ميتابولايتس، يعني ميتابولايت كده من البروتين والفاتس، ياخدها ويجمعها ويعمل بروسيس كده يصنع بيها البلاد جلوكوز ليفل. طبعا كلنا في البايوكيمستري خدناها، بس ممكن نكون نسيناها شويه، ازاي طريقه الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع السكر في الليفر. خلاص، عكس عمليه الجلايكولوسيس، تكسير الجلوكوز، ياخدها يقلب العمليه ويصنع لي جلوكوز. سبحان الله. عشان وطبعا الميكانيزمات اللي بتحط لي جلوكوز في اليورين دي من اعظم الميكانيزمات اللي ربنا خلقها في جسمنا، يعني في الليفر، ان هو يخلي الناس اللي بيحصل لها مجاعه او ستارفيشن او يتحط في ظروف قاسيه ما يدخلش بقه اكل لمده اسابيع وشهور، يفضل عايش والبلاد جلوكوز ليفل ما يقلش عن 50. ده نتيجه ايه؟ نتيجه هاتين العمليتين العظيمتين، الجلايكوجينوليسيس، تكسير الجلايكوجين في الاول، اما يخلص الجلايكوجين الليفر يفضل يصنع جلوكوز 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 عشان يحافظ على البلوت جلوكوز فين؟ في نسبه اللي هي من 50 لغايه ايه؟ 120، خلاص؟ او من 90 ل 120. طيب ايه بقى اللي بيقلل البلوت جلوكوز؟ والله لو التيشوز خدت الجلوكوز استهلكته هيقلل البلوت جلوكوز، لو الليفر خد الجلوكوز وخزنه على شكل جلايكوجين اللي هو الماينس اللي على اليمين ناحيه اليمين هيقلل لي البلاد جلوكوز. هاتين العمليتين المختلفتين اللي هي عمليه اضافه جلوكوز الى الدم عن طريق ثلاث حاجات اللي على الشمال اللي قلناهم، واستهلاك الجلوكوز عن طريق التيشوز او تخزينه في الليفر على اليمين، بهذه الطريقه يظل السكر ما بين 60 الى 120 الليفل بتاعه النورمال بتاعه، خلاص يظل في هذا الرينج المعتدل. ايه اللي ممكن يعليه او يوطيه؟ اختلال حاجه في دول، خلاص، يعني اختلال اللي هيعليه غالبا، اللي هيعليه زياده الحاجات اللي على الشمال، واحد كال دايت كتير، واحد الليفر بتاعه بيصنع سكر كتير اكتر من المعتاد. طب ايه بقى مشكله؟ امتى الليفر يصنع جلوكوز كتير؟ لما يكون الرسول اللي بيقول له ما تصنعش جلوكوز كتير موجود، مش موجود خالص، اللي هو الانسولين، او موجود بس الليفر مش بيقبل رسالته، يقول له لا انا هفضل اصنع جلوكوز وهزود السكر في دم البيشنت، خلاص. وكمان الانسولين الرسول اللي كان بيروح للتيشوز على الناحيه اليمين يقول لها استهلك الجلوكوز، برضه التيشوز ما تستقبلوش استقبال حلو، وما تنقصي الجلوكوز اللي في الدم، فتكون النهايه ايه؟ زياده السكر من ناحيتين، التيشوز ما كانتش السكر اللي انا ما خدتش ما استهلكتش السكر اللي انا اكلته، وكمان الليفر عمال يصنع ايه؟ جلوكوز، خلاص. ده الصفحه الاولانيه. ده يمثل، لو حد مش فاهم يخش يسالني ارجوكم ارجوكم. طيب ده يمثل ايه بقى؟ تعالوا نشوف الانسولين. الانسولين والله دلوقتي الميكانيزم بتاعه، طبعا الانسولين ده انا ليه بقول الانسولين؟ احنا شرحناه خلاص، بس هو عشان الادويه الهايبوجلايسيميك ايجنت اللي هناخدها دلوقتي بتحاكي او بتحاول تقرب تعمل واحد من مفعول، يعني واحد من الاكشنز بتاعت الانسولين اللي هيعمل. فالانسولين هيعمل ايه؟ اول حاجه هيزود الابتيك اوف جلوكوز، تاني حاجه هيزود الاستورج كمان، يعني مش بس الابتيك، الاستورج في الليفر على شكل جلايكوجين والامينو اسيد والفاتس كمان، اكيوتلي لور البلاد جلوكوز ليفل عشان خاطر العمليتين دول، عمليه الابتيك بالسيلز وعمليه الاستورج في الليفر، خلاص. كمان الانسولين بيعمل ايه؟ انهبت الهيباتيك جلايكوجينوليسيس، بيمنع تكسير الجلايكوجين في الليفر وبيمنع عمليه تصنيع السكر. يبقى الانسولين بيعمل كل حاجه من شانها ان هي تنزل البلاد جلوكوز ليفل، خلاص. يروح الخلايا يقول لها كلي انسولين كلي سكر، يروح الليفر يقول له لو سمحت المخزون السكر عندك حافظ عليه وزوده وما تصنعش سكر، خلاص. والانكريز الجلايكوجين سينثيسيس بيزود تصنيع مخزون السكر في الليفر والمصل، خلاص. وبيجي كمان بالمره بيمنع تكسير الدهون وبيمنع تكسير البروتينات وبيزود السينثيسيس بتاعها. عشان كده اما هو بيمنع تكسير الدهون، عشان كده اللي بيتعالج بالانسولين بيحصل له ايه؟ وزنه بيزيد، لان هو دايما الانسولين ما بيتاخدش، يعني بيتاخد فبيعمل ايه؟ انهبيت اللايبوليسيس فبيزود الوزن، خلاص. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بيمسك على الام او اي، ده معناها الميكانيزم اوف اكشن، خلاص. ده بيمسك على الريسبتور بتاعه اسمه تيروزين كاينيز. طيب مهم، بيعمل ايه؟ سبسيكونت تيروزين 5 فوسفوريليشن، مش مهم كل الكلام ده، ليد تو اكتيفيشن اوف اي اي اي، ومهم كل العمليات اللي هو بيعملها فوق دي، لان
نتيجه تاثيره على الريسبتور ده. الريسبتور دي موجوده في كل الخلايا بتاع الجسم، في السيلز وفي الليفر، خلاص. بيساعد على الايه، على الجلوكوز ترانسفور، يعني بيخلي السيل ممبرين مور بيرميبل تو جلوكوز ويخليه ترانسبورتد انتو ذا سيل، خلاص. الانسولين بالنسبه للابزوربنس بتاعه سريع في خلال نص ساعه، وبيجي نتيجه في خلال 10 دقائق نص لغايه نص ساعه، ويقعد ساعتين في الايه، في الجسم لو هو سريع المفعول، ولو هو طويل المفعول من 10 ل 12 ساعه، لو هو طويل لونج اكتنج يقعد 24 ساعه، خلاص. طيب الانسولين وعرفناه، خلاص نبص بقى على الشارت تاني كده اللي احنا كنا شايفينه من شويه. هو ده الانسولين. الانسولين بيعمل ايه يا شباب؟ هنا في ناحيه الشمال بيمنع عملية تكسير الجلايكوجين، بيمنع تكسير الجلايكوجين وتحويل الجلوكوز، وبيمنع الليفر من تصنيع ايه، جلوكوز جديد. وكمان يروح على الناحية اليمين يقول للسيلز لو سمحت بلاص اهي، زودي اخد استهلاكك للجلوكوز، ويروح للليفر يقول له لا، خزن جلوكوز على شكل جلايكوجين، وكمان في المصل، خلاص. ده الانسولين. طيب نشوف اول جروب بقى هنا، اللي هي الجليبين كلامايد او جلايبيورايد، اللي هو واحد من المؤثرين للسلفونايل يوريا. للسلفونايل يوريا هيعمل ايه السلفونايل يوريا ده؟ السلفونايل يوريا يا شباب هيعمل ايه؟ المفروض ان هو هيعمل الاكشن بتاعه انكريز الانسولين ريليز. يعني ايه؟ هو كل اللي هيعمله والله، يقول لك والله انا مش هقلد الانسولين، انا بدل الانسولين ده الراجل ده تايب 2 فلسه عنده بيتا سيل موجوده وفيها بس هي مشكلتها كسلانه، والانسولين اللي بيطلع منها مش كفايه، فانا اهي هروح اشجعها واحفزها واكتيفيت عشان انتج تطلع انسولين زياده. فبتعمل ايه؟ انكريز الانسولين ريليز فروم فانكشنينج بيتا سيل، وبالتالي بتطلع انسولين اكتر كميه، وبالتالي بتزود الايه، الافكتس اللي احنا قلنا عليها من شويه، خلاص. الافكت بتاع بتعمل الافكت ده ازاي؟ بتمسك على ريسبتور اسمه سلفونايل يوريا ريسبتور. الريسبتور ده بيخلي البيتا سيل يعني نهايتها اكتيفيت الكالسيوم فولتج ديبندنت كالسيوم تشانل، وبتزود السكريشن بتاع الانسولين عن طريق الايه، الاكسوسيتوزس، خلاص. من الاخر يعني في كده ريسبتور، والريسبتور بيعمل كذا وبعدين كذا، اما اهم حاجه في النهايه ان هي بتعمل استيميوليت الاكسوسيتوزس اوف انسولين، بتسرع سكريشن اوف انسولين. عشان كده سمينا السلفونايل يوريا سكريتا جوج. سكريتا جوج انسولين، سكريتا جوج معناها المحفزات او فئه السلفونايل يوريا المحفزه على زياده افراز الانسولين. نخلي بالنا بقى معلومه الديستريبيوشن دي مهمه جدا، عشان بتعلمني، والاليمينيشن بتعلمني حاجات مهمه، بتعلمني هو هيقعد قد ايه في الدم، وهيدي مفعول قد ايه، وهيحصل له كليرنس من الجسم عن طريق ايه، خلاص. فهنا مثلا لو هيحصل له طريق مثلا عن طريق الرينال، خلاص. يعني مثلا هنا بيقول لك ايه، given orally binding extensively to plasma protein، هيقعد حوالي 10 ساعات، يبقى كويس، يبقى طويل المفعول، خلاص. الجليبين كلامايد هيقعد 10 ساعات، التيوبوتامايد مش بيستخدموه دلوقتي، بيقعد 4 ساعات، الجليبيزايد 4 ساعات، يعني ممكن تاخد فرنج ايه، مرتين في اليوم او ثلاث مرات في اليوم، الحاجات الشورت اكت، لكن اللونج اكت ممكن تاخد مره او مرتين، خلاص. اكشن برولونجد ان بيشنت وذ رينال ديزيز، معناها ايه؟ ان هو اكسكريتد في الكدني، ومعناها ايه كمان؟ ان الناس اللي عندها مشاكل في الكدني ممكن ما ادهاش، ما افضلش ان انا اديها ايه، اللونج اكتنج الجريب السلفوناي يوريا. يبقى العلاج المستخدم بيستخدم في ايه؟ في التايب 2 دايابيتس ميليتس، وافكتيف في 30% من العيانين. مشكله يا جماعه السلفوناي يوريا قلنا ان هي ايه، بتحفز افراز الانسولين. بعد كده بعد فتره من العلاج بيوصل البيتا سيل الى الديبليشن، يعني توصل خلاص اجهدت وما بقتش قادره تصنع، بتوصل بيقلب بقى يعني شبه النوع الاولاني تايب 1، ان هو البيتا سيل كمان ما بقتش قادره تنتج انسولين. ففي ساعتها بقى بتلاقي النوع ده من او الكلاس ده ما بقاش غير مفيد بالمره للبيشنت اللي حصل لها ديبليشن للانسولين في البيتا سيل، وغالبا بنقلب على انسولين بعد كده. مشكله الناس دي، مشكله العلاج بالسلفونايل يوريا، هي الهايبوجلايسيميا. ليه؟ ممكن على فكره واحد البيتا سيل تستجيب جامد للايه، للسلفونايل يوريا الجليبيزايد والجلايبيورايد، خلاص، يحصل ايه، افراز كميات كبيره من الانسولين من البنكرياس مره واحده، فيحصل له هايبوجلايسيميا. فلازم اخد بالي جدا في بدايه العلاج، اديله امريل حاضر
ما يخش امريلي كده لا يقيس وكمان يخلي في جيبه حاجات مسكره اللي هو بره، يعني مثلا ارواح او ملبس او كلام من ده، عشان لو حصل له سكر قل مره واحده ما خد ما ايه ما وديش البيشنت ده في داهيه، يغمى عليه في المواصلات، الناس الجهله مش فاهمه ممكن تعمل ايه، فممكن العين يروح خلاص. فخلي بالي من اشهر الحاجات في الادفرس افكت بتاع الهايبوجلايسيميا. تاني حاجه الويت جين اللي هي اصلا في الانسولين، يعني ويت جين سايد افكت بتاع الانسولين. خلاص نيجي نبص على التشارت يشرح لي الافكت بتاع الايه، السلفونيليوريا بيعمل ايه، او بيحفز البيتا سيل على الافراز من البنكرياس، وبالتالي بتزود ايه الاكشن بتاع الانسولين. هو ده طريقه الايه العمل بتاعته. يبقى كده كلاس من الكلاسز جليبيزايد جليبنكلامايد جلابيورايد كلهم تبع السلفونيليوريا. خلاص طيب نيجي كلاس تاني اللي هو الميتفورمين. الميتفورمين تاثيره مختلف. الميتفورمين لا يحفز البيتا سيل ولا بيجي ناحيتها خالص. الميتفورمين بيعمل اكشن مختلف. ما هو والله اكشنه غالبا عند الليفر، يروح للليفر يقول له لو سمحت الريسبتورز بتاعتك اللي ما كانتش بتستجيب بالانسولين لو سمحتي زودي حساسيتك للانسولين عشان اما يجي لك تستجيبي له. فيمنع الليفر اما يجي له الانسولين يلاقيه يلاقي الليفر خلايا الليفر بتستجيب ليه وحاسه بيه. خلاص ليه؟ بسبب او بفضل الميتفورمين. يبقى الميتفورمين اهو لور بلاد جلوكوز كونسنتريشن ازاي؟ انهبت الجلوكونيوجينيسيس، يروح الليفر يقول له خلي بالك عامل لي اكتيفيشن للبروتين ده، ادينين مونوفوسفيت اكتيفيتي بروتين كاينيز، وخليك مور سنسيتيف، يبقى انكريز سنسيتيف تو انسولين. فين؟ في الليفر مينلي، وكمان في التيشوز، يعني كمان مفترض ان هو ماي اولسو انكريز التيشو سنسيتيفيتي. فتلاقي الليفر اتلم كده وبدا ايه اما يجي له انسولين يقول له ماشي حاضر انا همنع تصنيع الجلوكوز وهخزن الجلايكوجين، فتلاقي الدنيا اتظبطت. يبقى هو بيساعد الانسولين على ايه؟ على المفعول بتاعه، مش بزياده افرازه، لا بيحاول يخلي الانسجه تستجيب لي بشكل افضل عن طريق اكتيفيشن اوف نوع من البروتينات اسمه اي ام بي اكتيفيتد بروتين كايناز. ميزته ان هو بيقعد حوالي 3 ساعات، يعني هاف لايف بتاع 3 ساعات بس، بيخرج ان تشينج يورين الاكسكريشن بتاعه بالكيدني. وبالتالي هنا من ضمن الحاجات اللي هي بتخليني ما اخدش الميتفورمين لو حد عنده رينال اس انسفشنسي. ليه؟ ان هو اصلا كله زي ما هو كده، زي ما هو من غير ما يحصل له اي ميتابوليزم بيخرج في الكيدني. فلو الكيدني فيها مشكله يبقى الميتفورمين كده انا مش هقدر استخدمه مع العيان ده. وخلي بالكم الميتفورمين قلنا من شويه ان هو ايه؟ فيرست لاين، unless ان الراجل ده عنده اي كونترا انديكيشنز اللي هناخدها كمان شويه عن الميتفورمين، من ضمنها الرينال انسفشنسي، عنده مشكله في الكدني. خلاص طيب خلي بالكم الكلينيكال يوز بتاعه زي ما احنا شايفين تايب 2 دايابيتس particularly useful in obese patient. in obese patient خلي بالكم ان في بعض الاوبيز بيشنتس بياخدوا في بعض الاوبيس بيشنتس اللي بتاخد السلوفاج عشان تخس. خلاص ليه؟ اللي بيحصل ان هو بيزود الحرق وبيخلي التيشوز تستهلك السكر اكتر ويخليها تسد اكتر، فبس بيزود نسبه كمان الايه الميتابوليزم، فبيعمل نوع من انواع اللايبوليسيس وبيقلل الوزن. بس في مشكله ان هو لما بيعمل كده بيعمل ساعات حاجه اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا في الخلايا يعني الميتابوليزم يزيد عن نسبه الريت بتاعه يزيد، فالاكسجين ما يكفيش، فيعمل حاجه اسمها كيتو اسيدوزيس، يطلع كيتو بودز. يعني اما بيحصل لو خدنا في البايوكيمستري هايبوكسيا في الخلايا بتطلع كيتونات، فالكيتونز دي عباره عن اسيدز وفيها كيتون جروب، مركبات زي هيدروكسي بيوتريك اسيد اسيتو اسيتيك اسيد، دي مركبات حامضيه وكيتونيه في نفس الوقت، فاسمها كيتو اسيدوز. فممكن تحصل بس ايه رير شويه، رير يعني ممكن تحصل واحد ايه عمل اكسرسايز وجامد وكمان خد ميتفورمين، فممكن يحصل له ايه تلاقي ريحه بقه اسيتون او عنده اسيتون في اليورين، بس هي رير شويه. من مشاكلها ان هي بتعمل جاستريك ديستربنسز، يعني بتحس بسداد النفس، مشاكل اسهال ممكن تحصل له في البدايه بس بعد كده ممكن يتعود عليه. يبقى الميتفورمين لما نبص على
الاكشن بتاعه هنا في الصوره دي، خلي بالكم الميتفورمين فين اهو على الشمال، بيروح للليفر ويقول له لو سمحت يا ليفر ما استجيب للانسولين وما تصنعش جلوكوز، يبقى انهبت الجلوكو نيوجينيسيس ان ليفر. خلاص ده الميتفورمين. بعد كده عندي النوع من انواع ال ريباجلينيد، نوع شبه السلفونيلوريا وبيأكت على نفس الريسبتور، بس فيها ميزه عنها ان هي رابيد اكت، يعني تاخد في نص ساعه ساعه تجيب اكشن. يبقى ميزتها ايه؟ ان هي دي ممكن تتاخد مع الدايت، وممكن يعني اما تتاخد مع الدايت نتجنب السايد افكت بتاع السلفونيلوريا اللي كان بيروح للبيتا سيل وممكن يخليها سكريت كميه كبيره من الانسولين مره واحده، لكن ده عشان شورت اكت يتاخد يجي له النتيجه في ساعه نص ساعه وبعدين يروح، فممكن يتاخد مع مع الوجبات وخلاص، فما يجيبش السايد افكت بتاع السلفونيلوريا اللي هو هايبوجلايسيميا. وقلنا لكم خلي بالكم من الناس اللي بيحصل لها انيشيشن يعني تاخد امريل في البدايه كده وما تابعوش، ما خدش بالي امريل يعلي يوطي له السكر مره واحده عشان اخد بالي يروح مني. فالريباجلينيد واخواته ناتجلينيد وميجليتينيد دول بيقللوا نفس الميكانيزم بتاع السلفونيلوريا، سيميلر تو السلفونيلوريا، من برضه بيمسكوا في السلفونيلوريا ريسبتور وبيزودوا الايه الاكسوسايتوزس بتاع الانسولين، هي نفس التاثير تقريبا، بس ميزتهم بقى كويك اونست اند شورت ديوريشن اوف اكشن، هاف لايف واحد 1 اور، التانيين هناك كان 10 اور وفي 4 اور وكده، لكن هنا حوالي 1 اور وبيجيب نتيجه خلاص. خلاص وبالتالي هستخدمه مع الوجبات وهيقلل لي الهايبوجلايسيميا، يعني هيقلل لي فرص حدوث الان هايبوجلايسيميا لو خده مع الدايت، لكن لو عمل زي الراجل بتاع اللي خد جرعه الانسولين واتكلم في التليفون ممكن يحصل له ايه نفس المشكله، يعني مثلا خد يلا خد الريباجلينيد خلاص او خد الناتجلينيد بعدين ايه اتكلم في التليفون وما اكلش، لا ممكن يحصل له نفس المشكله اللي حصلت لو هو خد التايب 1 لما خد السكر الانسولين ونسي ياكل، يحصل له ايه هايبوجلايسيميا. خلاص اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هنا نبص كده فين الريباجلينيد، هي مع اللي هي في النص دي اللي هي دي اللي هو مع اللي هو مع الجليبين كلامايد والجليبين مع السفنيوريا، زودنا عليها ريباجلينيد وناتجلينيد خلاص نفس الافكت ان هو بيروح البيتا سيل ويخلوها، بس الفرق ان هو رابيد اكتنج. طيب نروح على جروب جديده اسمها ثايوزوليدين دايون اللي هي دي خلاص ثايوزوليدين دايون، دي كلاس جديده منها البايو جليتازون والروسي جليتازون، وكان في السوق اعتقد اسمه افانديا وجم فتره اتمنعوا وبعدين رجعوا تاني، وهنشوف ليه اتمنعوا، يعني كان ليهم سايد افكت وبعدين عملوا ستادي وترايلز ولقوا ان هي لا يعني ممكن يمشي حالها، يعني ما تعملش المشاكل اللي هي كانت متوقعه اللي هي اتخضوا منها في الاول، تقريبا اتعملت على فئران تجارب او حيوانات وجابت عملت سايد افكت فمنعوه، وبعدين عملوا ترايل على البشر بدوز قليله لقوها لا ممكن تتاخد من غير ما تجيب السايد افكت دي. خلاص كلينيكال ترايلز. طيب lowers blood glucose concentration ازاي؟ هنا بقى الميكانيزم بتاعها مختلف شويه، هي بروموت ترانسكريبشن اوف جين كودنج فور بروتين امبورتنت ان انسولين اكشن، يعني ايه شبه الميتفورمين كده، الميتفورمين بيزود السنسيتيفيتي في التيشوز خلاص بيخلي الجلوكوز يمنع تصنيع السكر وبتخلي التيشوز برضو ايه يحس بالروسي، هنا برضو الروسي جليتازون ميكانيزم مختلف بتعمل ايه بتزود تصنيع بروتين اسمه يعني بروتين امبورتنت في الانسولين اكشن. خلاص طيب عن طريق ايه التاثير على اكتيفيتد ريسبتور جاما بيسموها بيركسيزومال بروليفيريتيف او بروليفيريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما، تنشيط الريسبتور ده جاما ريسبتور ده بيصنع بروتين، البروتين ده مهم في تاثير الانسولين، يعني الانسولين يجي كده يلاقي البروتين ده موجود بكميه حلوه اللي هو جاما بروتين ده يوم يجيب نتيجه اسرع وياثر على خلايا ويقوم بمفعوله بشكل اكبر، فهو بيزود السنسيتيفيتي، يبقى تاثيره شبه مين؟ شبه الميتفورمين. خلاص طيب
هو ميزته ان هو بيمتص بسرعه بس بيمسك في الدعم، وممكن ايه يعني يدي مفعول لفتره طويله عشان على الرغم من انه سريع، لكن بيقعد فتره واليمينيتد باي ليفر. عشان كده يا جماعه عشان هو عشان بيتشال بالليفر مينلي، خلاص اليمينيتد مينلي باي ليفر، لازم يا جماعه المجموعه دي بالتحديد ما يبقاش عنده مشاكل في الكبد، واتابعه اتابع الكبد يعني اشوف كل مجموعه واحد كدني واحد كبد خلاص، لا حد عنده كبد يبقى بروسي جليتازون والبايو جليتازون مستبعدين تماما خلاص. يبقى هنا عن طريق الخصائص بتاعت كل كلاس برشحها للمريض ده او بستبعدها للمريض ده. من ضمن الحاجات برضو ان هو بيعمل ويت جين، فويت جين معناها ان لو واحد وزنه كبير او هو مش عايز يزيد في الوزن مش هرشح له الروزي جليتازون ولا البايو جليتازون. وبيعمل حاجه سيئه قوي بقى مش مشهوره قوي في الكلاس الثانيه لكن مشهوره في الكلاس دي، بيعمل حاجه اسمها فلويد، بيعمل اديمه، اديمه رخمه لدرجه ان هي ممكن بريسيبيتيت هارت فيلير، وهو ده السبب اللي هو منعه بيه الجليتازون. هو بعض البيشنت بيعملوا اديمه والاديمه دي كمان ممكن يعني توصل في مرحله يعني تضغط على القلب فبريسيبيتيت هارت فيلير. ففلويد ريتينشن احتباس في الميه في جسمه، فتلاقي جسمه منفخ والميه زياده في جسمه جوه جسمه، فالقلب يبقى مش قادر يضخ كميه الميه الزياده دي، فالفلويد ريتينشن ده يعني يعمل له هارت فيلير ويعمل له مشاكل كتير، يعني تلاقي رجليه مورمه وايديه مورمه في بعض البيشنت مش كلهم، بس طبعا ده من الادفيرس افكت اللي ممكن تحصل وبيوقفوا عليها على اساس العلاج بالروزجليتازون او البايجليتازون خلاص. طيب الريسك اوف هايبوجلايسيميا لو ماشي، سام اوف ذيم از هيباتوتوكسيك، عشان كده ممكن ما استخدمهاش للناس اللي عندها ليفر ديزيز زي ما قلت لكم خلاص. نيجي نبص على الافكت بتاع الروزجليتازون اهو، زي شبه الميتفورمين بيأثر على الليفر ويخليه يمنع الايه، وهنا برضو هنا وهنا خلاص اهو، روزي جليتازون روزي جليتازون بيأثر على ناحيتين، بيروح التشوز يخليه السنسيتيفيتي عاليه، وبيروح الليفر يعمل زي الميتفورمين يقول له لو سمحت امنع لي تصنيع الجلوكوز، وبالتالي كده بالطريقه دي بيقلل البلاد جلوكوز ليفل. انا مش بفضل يعني يا شباب لو يعني حد يوقفني انا عشان اكيد مش فاهمين كل حاجه اكيد يعني، او ان انتوا قاعدين بقى ايه مش مركزين معايا وبتشربوا الشاي ومعتمدين في تسجيل، انا افاجئكم بقى اقول لكم ان احنا ما سجلناش او حاجه، فيا ريت كده مداخله حتى انا ايه ممكن والله يعني بستفيد من اسئلتكم، فيا ريت يعني يبقى في مشاركه او مداخلات يعني خلاص. في الاكربوز اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، ميزه الاكربوز ده اللي هو واخوه اللي هو الميجليتول، دول ما بيمتصوش ما بيمتصوش، لكن بيفضلوا بيمنعوا الفا جلوكوزيديز انهيبيتور، بيمنعوا الانزيم ده في التستن، وعلى اساس كده بيمنع امتصاص السكر، بيمنع امتصاص السكر. طيب وبالتالي هو كل مشكلته بتبقى ايه، جاسترو انتستينال ديسكومفورت، انتفاخات، اسهال، هو دي مشكلته، لكن هو ما بيمتصش في الدم. مشكله ثانيه ان هو بيعمل يعني بعض الادفيرس افكت هناخدها برده في كتاب البورد اضافه على دي، بس هي الاساسيه هي عباره عن جاسترو انتستينال ديسكومفورت وفلاتولنس وداري. فين بقى هنا الاكربوز؟ هنا في الامتصاص اهو، يبقى الاكربوز هنا. انا بعلمك ازاي تبص عشان هبعت لك الفلاش كارد دي يعني تقدر ايه تفهم الميكانيزم ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن. ده بيمنع الجلوكوز ابزوربنس ان انتستين، يعني هو في الرسمه دي زود لك الجلوكوز ان انتستين خلاص. طبعا الاكربوز ما بيجيبش نتيجه مع مين؟ للناس اللي بتاخد يعني مش كومبلكس كربوهيدرات، بتاخد كربوهيدرات سكريات، سكريات مباشره كده صريحه، السكريات الصريحه دي الاكربوز بيجيب معاها نتيجه قوية. مثلا الناس اللي بتاخد كربوهيدرات الكومبلكس كربوهيدرات، نلاحظ الكومبلكس كربوهيدرات خلاص، ولا بيفيد في الناس اللي اصلا الدايت بتاعها ما فيهاش كربوهيدرات كتير، يعني واحد ما بياكلش كربوهيدرات هو مقلل الكربوهيدرات بيتحكم في الدايت بتاعته، هديله اكربوز هيعمل ايه؟ كل اللي دور الاكربوز ان هو يمنع الكربوهيدرات، هو ما بياكلش كربوهيدرات كتير يبقى مش هيجيب معاه نتيجه كبيره خلاص. يبقى الاكربوز ده من ضمن الحاجات. في عندي بقى الجلوكاجون،
الجلوكاجون ده عكس مين يا اولاد يا شباب يا دكاتره؟ عكس مين؟ عكس تماما الانسولين. طب هل ده بستخدمه؟ اه بستخدمه، يعني هو ده عكسه خالص، يعني بيقول للليفر صنع يا عم جلوكوز. دكتور صيفة، صوت ضعيف دكتور. طيب الصوت كده احسن؟ الصوت كده احسن يا دكتور شوقي؟ شباب هل المشكلة عندكم كلكم؟ الصوت ضعيف عندكم كلكم؟ زيد الصوت يا دكتور افضل. بس طيب انا هحاول اعلي صوتي، انا مش عارف بس لو المشكلة عامة يا ريت الناس تنبهني يا شباب، لو المشكلة عامة الناس تنبهني ان الصوت واطي. خلاص انا هحاول اعلي صوتي، يمكن انا اللي بنام شوية ولا حاجة. خلاص انا مش شايف حد. فين دكتورة هاجر؟ دكتورة نوران؟ دكتور بس هو دول اللي معايا ثلاثة. يلا ربنا يكرمك. طيب معايا يا شباب؟ خلاص انا كده خلصت. الجلوكاجون هو عباره عن عكس الانسولين تماما. طب استخدامه في ايه؟ هل ممكن حد يجيب جلوكاجون؟ نادر جدا استخدامه، يستخدم بس في حالات سيفير هايبوجلايسيميك كوما، يعني هايبوجلايسيميك سكره نازل خالص خالص. خلاص طب ده محتاج ايه؟ اديله سكر. طب هو موت عليه، اديله سكر ازاي؟ وعايز الحقه باسرع ما يمكن، وجات لي فرصه ان انا اصلا في مستشفى او في مكان فيه جلوكاجون انجكشن، فباخد حوالي 1 مللي جرام واعمل له انجكشن اي في او اي ام عشان الحق البيشنت ده من السيفير هايبوجلايسيميا واعدله السكر في جسمه عن ال 50 عشان ما يخشش في الريفرسبل سنترال نيرفس سيستم دامج. خلاص يا شباب دكتور شاوي ايه كده احسن ولا الدنيا لسه وحشه؟ كده احسن يا دكتور شكرا. طيب الحمد لله. خلاص طيب احنا كده خلصنا معظم الكلاسز، لكن في كلاسز تانية ما اتكلمناش عليها، هنتكلم عليها اثناء الايه واحنا بنمر عليها في الكتاب الوورد. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 وثلث. هحاول ما اطولش عليكم كتير. تعالوا بقى نعدي على الكلاسز ومن خلالها برضو نعرف الايه نختار مين فيهم. لما يجي لنا كيس احنا اتفقنا مبدئيا بادئ ان دي بدء هبتدي من الميثفورمين، خلاص الا في حالات معينه هنبص عليها. خلاص مش همشي عليه شهر. دايما التغيير يا جماعه او التعديل في التايب 2 ما بيبقاش سريع، مش كل 3 ايام، لا انا بمشي الا في الدوزس مثلا، ممكن اقعد كل ايه اسبوع او كل 3 ايام اغير الدوز، لكن عشان اغير من كلاس لكلاس لازم اديله فرصته ان هو ياخد فيه وقت حوالي شهر ان هو اشوف هل حصل كنترول ولا ما حصلش. طيب فاحنا قلنا هنا لو الميتفورمين مونوثيرابي fail to allow patient to attain or maintain glycemic control بحط add other agents is based on several criteria. ايه الكرايتيريا اللي على اساسها بحط يعني agents مختلفه؟ والله ابص على حسب الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعه الفيريوس اورال اند انجكشنبل ايجنتس. يعني احنا انا خدت دلوقتي كذا حاجه، خدت روزي جليتازون، خدت ريباجلينيد، خدت اكربوز، خدت ولسه هاخد كمان ثلاثه كلاسز تانيين مهمين برضو معايا. ففي هختار مين فيهم؟ هختار على اساس كرايتيريا. الكرايتيريا دي الافيكاسي في اللورنج هيموجلوبين اي 1 سي. بعضهم اقول لك والله بينزل الهيموجلوبين اي 1 سي 0.3 0.4 قليل. طب الراجل ده الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه عالي 9 10 عايز اقلله له، لا اختار حاجه تكون الافيكاسي بتاعها في تنزيل الهيموجلوبين اي 1 سي اعلى. خلاص واستبعد الحاجات اللي هي ضعيفه في تنزيل الهيموجلوبين اي 1 سي. طيب ريسك اوف هايبوجلايسيميا، لو في حاجات بتجيب هايبوجلايسيميا زي السلفونيليوريا اخد بالي اوصفها ولا اوصف حاجات تانية الاول زي الميتفورمين زي الروزي جليتازون معايا.
يعني اخد بالي لو الراجل ده معرض انه يحصل له هايبوجلايسيميا يبقى هستبعد الحاجات اللي ممكن تعمل هايبوجلايسيميا. افكت اون ويت، هيجيب لك كيس كمان شويه يقول لك والله الراجل ده بيقول انا وزني زياده ومش خايف اخد دواء يزودني في الوزن. فلو سمحت اختار، يديك تشويسز تختار الواحد فيه، واحد منهم يكون كويس يساعد في تنزيل البلاد جلوكوز ليفل كنترول، وفي نفس الوقت ايه ما زودش وزنه. فالهنا فالافكت اون ويت ده مهم جدا. الادفيرس افكت بروفايل، طبعا الادفيرس افكت بروفايل ده هنشوف هيصه دلوقتي، هيباتيك افكت ورينال افكت. فلازم طبعا ايه الناس والهارت فيلير بريسيبيتيشن اوف هارت فيلير اللي احنا لسه شايفينها من شويه، فكل دول هنفلتر بقى، هنفلتر لما يجي لي كيسز كده هفلتر. هو بيبقى الكيسز في بعضها معظمها بيبقى واضح، يعني يقول لك تحس كده وانت بتقرا الكيس ان هو قصده يقول لك كل كلمه عشان تستبعد بيها دواء من الاختيارات، وبعدين يرسى اختيارك على واحد منهم خلاص. بس لازم طبعا تبقى عارف الكلاسز كويس. الكوست، لو فقير يعني لو بيشنت على قد حاله غلبان، وفي من انواع نازله اللي هي الاكزينا تايد والبايتا والحاجات دي غاليه، والافانديا والحاجات دي غاليه عليه، فطبعا ممكن هو يعني يكون في دي حاجات افضل له بس هستبعدها عشان الكوست مش مناسبه ليه خالص. طيب طيب الانيشيال، خلي بالكوا هنا بيقول لك دي مجموعات اللي هي المجموعات اللي فيه بقى مجموعه السلفونيل يوريا، ثايوزولدين دايون والدايبتي دايبتيديز 4 انهبيتورز والصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 انهبيتورز والجلوكاجون لايك بيبتايد اجونست اند بيزل انسولين ار بريفيرد ليس افيكاشس مش عارف ايه. دول المجموعات اللي احنا هندرسهم دلوقتي مش مهم يعني خلاص. نمبر 6 انيشيال انسولين ثيرابي، امتى امتى؟ دلوقتي جه لي واحد تايب 2، يا جماعه مش اي واحد يجي لك تايب 2 معناها ان انت لازم تبتدي بيه متفورمن وبعدين تحط، يعني هقول لك دلوقتي هديك زي خارطه الطريق كده تمشي بيها لو واحد جاي لك تايب 2، بس باستثناء الحاله دي اللي هو يجي لك الهيموجلوبين اي 1 6 واعلى من 10، ده معناها ان هو يعني مش الهايبو جلايسيميك ايجنتس اللي انا هستخدمها مش هتجيب معاه النتيجه المطلوبه، فهبتدي معاه انيشيال انسولين ثيرابي. يبقى يوز انسولين ايرلي with any of the following baseline characteristics. اول حاجه لو جالي واستيرو الهيموجلوبين لقيته 10، لو لقيت الجلوكوز اكتر من 300 350، لو لقيته عنده هايبر جلايسيميك سيمتومز يعني وصل سكره عالي، تعرف ان سكره عالي ماشي ومش ليه التايب 2 بيقعد سنين وهو عنده سكر، عنده سكر مش عارف ليه، لان هو يعني ما عندوش الاعراض، يعني اعراض بسيطه او يخش يورينيشن اعلى شويه من الطبيعي بس مش واخد باله خلاص بيعطش، بس يعني اما يقلب معاه بقى يعني انا شفت يعني من المرضى اللي عدوا عليا واحد يعني ماسك ازازه ميه وبيشرب ويخش خلاص، ده هو تايب 2 مش تايب 1، بس ايه وصل لمرحله ما يعني الدكتور يروح للدكاتره بتوع السكر معلش يعني يعني برضه الابديت بتاعنا بيبقى تعبان شويه، فعمال ماسك في ان هو يديله ايه؟ يديله هايبوجلايسيميك ايجنت ويديله ميتفورمين ويديله مش عارف ايه روز جلوتازون ويديله ادويه ومغلبه معاه والسكر ما بينزلش للجولز اللي احنا اتفقنا عليها. ليه؟ ان هو ما يعرفش ان الحاله دي خلاص دي لازم يبتدي معاه بانسولين خلاص. presence of urine ketones، يجي كده من كتر ما السكر عالي عنده حصل كيتونز خلاص. يبقى الحاله اي واحد من دول ممكن ابتدي معاه انسولين، ابتدي معاه انسولين لو هو في واحد من الحالات دول. ممكن اضيف الانسولين ل one existing oral diabetic agent، يعني ممكن اكون مثلا ماشي معاه بيتفورمين وادي له انسولين خلاص. يعني ازاي؟ يعني مثلا انا مدي له اصلا هو عنده انسولين، ادي له حاجه تساعد على الاكشن بتاعه، وبعدين لو ما لقيتش في كنترول ادي له جرعه بيزل. بيزل يعني ايه؟ اللي هي تفضل لونج اكتنج بس ايه مش اللي هي بولس تعمل له هايبوجلايسيميا، لا بيزل يعني تخليه بس تحافظ له على الحد الادنى من الانسولين في دمه، او تساعد البنكرياس في الحفاظ على الحد الادنى من الانسولين وقت الفاستنج وقت ما هو بياكلش خلاص. والدواء الثاني هو يساعد بقى على ايه؟ يعني الاثنين دول مع بعض خلاص؟ تو اكزيستنج اورال ايجنت، او ممكن اديله بولس ساعه بعض الوجبات يعني، بس هو الغالبيه اللي لو انا هضيف
انسولين لاكزيستنج اورال بديله بيزل. خلاص امتى؟ لما تكون الهايبرجلايسيميا ستيل نوت كنترولد but don't want to switch to all insulin regimen. بيحصل ايه؟ ودي مشهوره قوي يعني. بيجي لك بيشنت يقول لك والله يا دكتور انا مش عايز يعني اخد انسولين، خايف من الانسولين، خايف البنكرياس بتاعي يكسل وما ينتجش انسولين خالص واخد انسولين خالص، فلو سمحت عايز ايه؟ يعني اخد فرصتي واحاول استهل يعني انشط الايه البنكرياس بتاعي وانشط البيتا سيل. فهتلاقيه مش عايز ياخد انسولين، وفي كده خوف كده مرضي من عند الناس من الانسولين. لا هو عنده تخيل ان هو عشان خد انسولين هو ده اللي ادى الى تلف البنكرياس بتاعه، وده مش صحيح. هو في دلوقتي كرايتيريا بس ايه؟ امتى ابتدي بانسولين على طول وامتى ابتدي بهايبوجلايسيميك ايزوت. من ضمن الامثله اللي هي القريبه قوي مني والدي شخصيا خلاص كان برضه ابتدى بميتفورمين وابتدى باميريل وابتدى بالهيصه بتاعت الهايبوجلايسيميك ايزوت من كتر السايد افكتس بتاعتها، تعب منها وكان برضه مش مع انه على انه على الرغم انه طبيب بس هو مش عايز ياخد انسولين خلاص. برضه اللي هي الايه الحاله النفسيه تجاه الانسولين، ان انا خدت انسولين يبقى انا ايه خلاص كده. الكلمه المشهوره ما بين مرضى السكر خلاص انت كده عمرك ما هتعرف تسيب الانسولين. هو ده خطر ربنا، انت جالك دايابيتس فخطر ربنا. حتى لو انت خدت هايبوجلايسيميك ايجنت يعاني مثلا من ديزنس، دوخه، دايريه، فوميتنج، نوزيا، يعاني من لو انزيمات الكبد تعلى، اسمه ايه ده؟ الوظائف الكلى تعلى، طب ده ايه الهيصه دي؟ كل ده عشان ما اخش انسولين؟ لا، وكمان مش ان كنترولد، يعني كمان السكر مش بيتظبط. فما فيش ايه؟ ما مساله يعني في كرايتيريا هي ماشيه عليها. لو الراجل ده 300 350 او الهيموجلوبين اي 1 سي اعلى من 10 او عنده اعراض سكر باين عليه قوي، يبقى ده ممكن اعمل انيشيالي اعالجه بالانسولين. او لو هو يعني مش فيه المشاكل دي، ممكن اساعد بالانسولين مع اكزيستنج اورال ايجنت. خلاص طيب خلي بالكم في بالنسبه للتايب 2 الويت بيز دوزنج، يعني دلوقتي انا قلت في تايب 1 هو توتالي ديبندنت على انسولين، ما عندوش انسولين خلاص، فبديله من 0.3 لغايه 0.6 يونت لكل كيلو جرام. هنا ببتدي معاه بجرعه اقل من الانسولين. ليه؟ لان هو لا زال عنده انسولين داخلي اندوجينس، فببتدي معاه من 0.1 ل 0.2 يونت بالكيلو جرام بير داي. خلاص ممكن ازودها لو لقيت ان السكر بيعلى وما بيتظبطش يعني. خلاص يا شباب اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب انتوا معايا؟ معايا يا دكتور هاجر، يا دكتور شوقي، ودكتوره نوران مشيت. يلا مين اللي هيصمد لغايه الاخر؟ طيب انا ان شاء الله مش هتجاوز الساعه 10، يعني كمان نص ساعه نكون خلصنا اللي احنا نقدر عليه، يعني مش هقول لكم نخلص كله يعني. ماشي؟ طيب اقدر ازود البيز الانسولين لو الفاست جلوكوز كونسنتريشن عالي. ممكن احط بولس، يعني ممكن اقلب على بيز البولس، يعني تتقلب اكنه تايب 1 لو انا لقيت الدنيا مش كنترولد معاه، والادويه الاورال كلها بتجيب نتائج سيئه معاه زي ما هنشوف دلوقتي. هنشوف واحد فيها واحد واحد فيهم كده ايه المشاكل بتاعته. خلاص واحد زي الثايوزي اللي هو الروزي جليتازون والبايو جليتازون ده لازم اقلله او اوقفه خالص لو انا استخدمت انسولين. ليه؟ هنشوف دلوقتي لما يتاخد مع الانسولين بيعمل اديما وبيعمل هارت فيلير وبيعمل مشاكل. احنا خدناه اصلا هو من غير انسولين بيعمل مشاكل، فكمان اخد معاه انسولين يضاعف لي المشاكل دي. يبقى يا جماعه الروزي جليتازون والبايو جليتازون كونترا اندكيتد معاه ان هو ياخد انسولين. ما ينفعش ان انا اضيف له انسولين. انت بتاخد افانديا، طب يلا البس معاه انسولين. طبعا ده ايه خطر جدا على العيان، هيزود له فعلا فرصه حدوث الاديمه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. خلاص changing from intermediate to long، لو انا غيرت في يعني لو هو اصلا جلايسيميك كنترول ماشي معاه كويس، هحط انسولين الجلارجين 80% اوف توتال ديلي بروتامين. يعني لو انا عايز اشيل البروتامين واحط جلارجين يعني من انترميديت لونج
هاخد بس 80% من الدوز. اما الديتيمير يعني المعلومه دي مش مهمه يعني، بيقول لك لو انت عايز تغير من انترميديت للونج اكت، لو هتستخدم جلارجين اللي هو اللانتوس هتقلل بس الدوز بنسبه 80%. لو هتستخدم ديتيمير او ديجلوديك خلاص تقريبا هتبقى نفس الايه، نفس النمبر اوف يونتس خلاص. طيب نيجي بقى نخش في المهم اللي هو واحد واحد فيهم زي ما احنا قلنا كده مشاكله ايه، عشان لما يجي لي الكيس استبعد الايه الراجل ده خلاص. اول حاجه الميت فورمين اللي هو سيروفاج اللي هو الفيرست لاين اوف تريتمنت، الميكانيزم اوف اكشن بتاعه زي ما قلنا من شويه بيزود الايه السنسيتيف، بيمنع الليفر ان هو يصنع جلوكوز وبيخلي التيشوز تستقبل الانسولين وتساعد في دخول الايه يعني يزود السنسيتيفيتي بتاعت الانسولين خلاص. ده الايه الميكانيزم بتاعه. الدوز بتاعته بيقول له والله ممكن تاخد ايه في البدايه كده، يقول لك خد قرصين مع الغداء 500 مللي جرام يعني 1000، ممكن يوصل لغايه 2000 خلاص، لغايه 2000 مور كوملي 2000 مللي جرام بير داي، 1000 و1000 مثلا خلاص. طيب بص بقى الحته اللي هي بيقول لك ايه، الحته اللي انا بقول لك عليها ما فيش ايه والله انا اديته 1000 2000 وصلنا لغايه 2000 اديته مثلا بديت معاه ب 1000 خلاص ما جابش معاه نتيجه، تاني يوم اديله 2000 لا مش هو ده الطريقه الصح. الطريقه الصح يفضل ياخد 1000 لمده اسبوع على الاقل، وبعد اسبوع اشوف الدنيا ماشيه ازاي، ساعتها اقدر احكم لا جاب نتيجه ولا محتاج ازود الجرعه. ممكن اتايتريت كل ازود 1500 لغايه 2000 على مدار اسبوعين مثلا خلاص. يبقى هو يعني بيقول لك ايه initial dosage 500 و small titration slow titration secondary to GIT disturbances عشان ما يحصلوش ايه مشاكل في المعده بتاعته. طبعا بصوا بقى على الايه اهم حاجه adverse effect محتمله ولا مش محتمله، او ممكن البيشنت ده عنده مشكله فيها ولا لا، والكونترا انديكيشن دول اهم حاجه في كل ايه في كل ايتم في كل كلاس. يعني عندك الادفيرس افكت نوزيا فوميتنج دايريا ايبيجاستريك بين، لازم طبعا البيشنت ده يكون مستحمل الحاجات دي يعني يكون موجود عنده مش سيفير خلاص. ليس كومن مش مهم، ديكريس في فيتامين بي 12 كونسنتريشن، لاكتيك اسيدوز رير خلاص. ساينز اند سيمتومز اوف لاكتيك اسيدوزس، يعني اللاكتيك اسيدوزس قلت لكم طبعا خطيره مع بس رير جدا، مع لو حصلت بتحصل رير وليها علامات الفوميتنج والنوزيا بيزيدوا خلاص، وبنسم ريحه اليورين نلاقي ريحه واضحه وريحه بقه واضحه ان هو عنده كيلو اسيدوزس، فلازم طبعا يتعالج بسرعه ياخد انسولين ما لهاش علاج تاني غير ان هو ياخد انسولين يوطي السكر ويتعلل له محاليل في بعض الاحيان لو هي سيفير لاكتيك اسيدوزس خلاص، لكن هي فيري رير. بص بقى على الكونترا انديكيشن، اول واحد فيهم رينال امبيرمنت، يبقى اول ما يجي لي بيشنت عنده مشكله في الليفر في الكدني خلاص، وفي مقياس ليها كمان عشان تقاس يعني زمان كلمه هيستوريكالي يعني زمان، اما يقول لك السيرم كرياتينين في الراجل 1.5 فما فوق او في الست 1.4 فما فوق يبقى ما ينفعش معاها ايه؟ ما ينفعش معاها ميتفورمين. يعني مثلا طبعا الجزء اللي بيحصل، وطبعا على فكره يعني يا جماعه عشان تبقوا عارفين احنا في بسبب الميه وبسبب التلوث وبسبب الميس يوز اوف دراجز، ميس يوز اوف دراجز بناخد دراجز بهبل وبنتهيأ لنا، ودكاتره بتكتب كميه الادويه بهبل بتاثر على الكدني. فما تعتمدش ان البيشنت اللي جاي لك ان هو لا الدنيا عنده حلوه، لا ده الكلى عنده ده شاب لسه، لا ممكن يكون شاب واتهرق ادويه وبوظت له الكلى والفيكاس بتاعتها او الفانكشن بتاعتها قلت. فيفضل يا جماعه شباب ان انت اما يجي حد يعني هنوصف له ادويه نعمل تشيك على الهيباتيك سيستم، على الهيباتيك فانكشن ليفر فانكشن، ونعمل تشيك على الرينال فانكشن مهما كان اللي قدامي يعني لوك هيلثي خلاص. ف طيب فهنا اول مشكله رينال امبيرمنت، امتى احسبها ازاي او يعني ايه المقياس بتاعها، اوقف العلاج او ما اصلا ما ابتديش بيه لو الاستيميتد جلوميريال فيرتشر ريت ليس ذان 30 مللي. طبعا الاستيميتد دي ليها طريقه حساب وليها طريقه يعني في المعامل تتعمل ازاي، لو الاستيميتد جلوميريال فيرتشر ريت اقل من 30 مللي بير مينت بير متر سكوير خلاص. لو من 30 ل 45 ممكن انيشيت خلاص، من 30 ل 45
is not recommended، يعني لغايه 45 مش recommended. اعلى من كده ممكن ايه، لو الريت الجلوميرولر فلتريشن ريت اعلى من 45 امشي يعني خلاص اديله ميتفورمين ومفيش مشاكل. من 30 ل 45 not recommended، اقل من 30 ممنوع كونترا انديكيتد. خلاص في الالدرلي اصلا بيبقى الرينال فانكشن بتاعته مش برضه نفس القصه، فبرضه لازم اقيس له الرينال ايه فانكشن قبل ما اديله ميتفورمين، او بتجنب الميتفورمين في الاولدر ايج. يعني هيباتيك امبيرمنت يعني عنده مشكله، يبقى اول كونترا انديكيشن رينال، تاني حاجه هيباتيك. لو عنده مشكله في الليفر بمنع عنه الميتفورمين، لان يعني الميتفورمين اكسكريتد في الكدني، وكمان ليه هيباتيك سيرتن هيباتيك توكسيستي. فالناس اللي عندها ليفر ما تاخدش ميتفورمين، الناس اللي عندها رينال ما تاخدش ميتفورمين. كمان كونجستيف هارت فيلير، لو حد في المراحل النهائيه من الهارت فيلير بدلوش ميتفورمين خالص، اللي هو بيكزازربيت بيزود احنا بيزود ميتابوليزم، فبيزود ايه يعني هايبوكسيا. احنا قلنا بتعمل لاكتيك اسيدوز بتزود الهايبوكسيا في التشو اصلا. الليفر سوري الروماتيد القلب مش ناقص هايبوكسيا في القلب بتاعه، هو اصلا كده كده هيموت بالقلب، فمش ناقص ان انا ايه اكزازربيت المشكله دي. فمن ضمن الحاجات اللي بيعملها الميتفورمين هايبوكسيا في التشو ومن ضمنها القلب، فامنع ابعده عن ايه الكونجستيف هارت فيلير. يبقى مريض يبقى الميتفورمين ممنوع عنه، الرينال امبيرمنت لغايه 30، اقل من 30 ما ياخدوش، ومن 30 ل 45 نوت ريكومندد، اكتر من 45 ياخده. بالنسبه للهيباتيك امبيرمنت ما ياخدش الميتفورمين، بالنسبه للكونجستيف هارت فيلير ما ياخدش الميتفورمين، كل دول ممنوع عنهم الميتفورمين. خلاص طيب لو واحد من 30 ل 60 استيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت الكيدني بتاعته، اوقف عنه الميتفورمين لو هو هيعمل صبغه، يعني داخل يعمل صبغه خلاص عايز يعمل، والله قالوا عايزين نعمل سي تي فهنديك هنحقنك صبغه، وهو يكون مريض سكر وبياخد ميتفورمين. من ضمن الحاجات برضو اللي هو ما يبقاش فيها يعني فول يعني براكتشناليتي، يعني واحد مش فيها بروفيشناليتي قوي، ان انا اديله صبغه من غير ما اعرف الادويه بياخدها، لا لازم بياخد ميتفورمين. وكمان الرينال امبيرمنت رينال بتاعته استيميت الجلوميرولر فلتريشن ريت من 30 ل 60، لا ده يعني في ايه في المنطقه الرمادي، فلا لو سمحت وقف الميتفورمين لمده كام يوم واعمل لك الصبغه، بعديها بيومين تبتدي تاخد ميتفورمين تاني. لكن ما ينفعش اديله صبغه وميتفورمين مع بعض، ممكن يضيع له ايه الكدني. خلاص طبعا دي كلها ادي الميتفورمين ادي السيدوفاج، يعني على الرغم ان هو متداول وفي ناس كتير كمان بتاخده في التخسيس حتى مع السكر، الا ان هو ممنوع في مرضى الكبد، مرضى الكلى اقل من 30 الاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت، اللي بياخد صبغه، وكمان الكونجستيف هارت فيلير ما ينفعش ياخد ميتفورمين. خلاص الافيكاسي بتاعته كويسه، بيقلل الهيموجلوبين هو سي بنسبه 1 الى 2%، ودي نسبه كويسه في خلال شهور. بيقلل الترايجلسرايد، بيعمل ويت لوس، وبالتالي الناس تاخده في التخسيس. considered first line of therapy unless contraindicated on the basis of adverse effect profile, reduction of hemoglobin A1C, cost. طبعا cost هو cost بتاعه رخيص طبعا. and limited data that it reduce cardiovascular events and overweight and overweightism، مش مشكلة الحتة دي، لكن هو يعتبر first line of treatment لو المشاكل دي كلها مش موجودة، وما شاء الله مشاكل كتير يعني. خلاص يبقى احنا كده عرفنا اول line of treatment هو الايه الميتفورمين، وعرفنا مشاكله. لو جالي كيس فيها اي من المشاكل دي مش هينفع استخدمها. خلاص طيب السارتونين اليوريا اتفقنا، انا اتفقت معاكم ان احنا هنخلص 10 بالظبط، ففضل لنا حوالي تلت ساعه. ماشي معلش استحملوا معايا الناس الصامدون دكتور هاجر ودكتور شوقي. ماشي السارتونين اليوريا قلنا ان هي بتخلي البيتا ريسبتورز، بتخلي البيتا سيل في المكاس تطلع البنكرياس، تطلع الانسولين اللي فيها. خلاص الامثله القديمه اللي فيها الكلو بروبامايد والتول بيوتامايد، قلنا السافونيوريا هي انسولين سكريتا جوج، انسولين سكريتا جوج. خلاص طيب
الفيرست جنريشن خلاص ما بقوش يستخدموا بروبرامايد وتولبيوتامايد، لكن دلوقتي اللي بيستخدم جلايبرايد، جليبيزايد، جليمبرايد. الدوسز تايتريشن كان انكريزز ات ويكلي انترفال از نيسيسري. زي ما قلت لكم الدوسز ما بت... ايه مش الدوسز ممكن اغيرها كل اسبوع، كل عشان اغير دوز كل اسبوع، مش مثلا يا دكتور انا خدت الجرعه امبارح ما لسه سكري عالي. لا يا حبيبي استنى، تعالي لي استشاره بعد اسبوع او اسبوعين، مش تجي لي استشاره تاني يوم تقول لي السكر ما ظبطش. لا استنى على العلاج لمده اسبوع على الاقل قبل ما تغير الدوز او تزودها او اي حاجه. خلاص طيب، ادفيرس افكت، اول واحد فيهم هايبوجلايسيميا، ويت جيم، مهمين قوي الاثنين دول عشان تقدر تحل كيسز. واحد مش عايز يزيد وزن فده مش مناسب ليهم، اللي هو السلفونيلوريا. ليس كومن راش، هيديك، نوزيا، فوميتنج، فوتو سنسيتيفيتي. ماشي، كونترا انديكيشن، هايبر سنسيتيفيتي سلفونايل سلفونامايد. يعني في ناس تساله هو انت عندك حساسيه من المضاد الحيويه؟ يقول لك لا. عندك سلفه، حساسيه من السلفه؟ اه عندي حساسيه من السلفه. يبقى ده ما ينفعش معاه ايه السلفونيلوريا. خلاص، patient with hypoglycemic unawareness، يعني هو patient جاي لي دايما سكره مثلا ما بياكلش وهو طبيعته اكلته ضعيفه، وكمان بياخد مثلا ساعات ميتفورمين وايه وسكره بينزل وبيدوخ من قله السكر. يعني هو عنده سكر اه بس بياخد علاج ومش عارف ايه وساعات ما بياكلش وسكره بينزل، يبقى ده تعرف ان هو ايه مش يعني تخاف عليه من السلفونيلوريا ان هي توقعه في كوما يعني. خلاص، يبقى ده كونتر اندكيتد. بور رينال فانكشن، خلي بالكم بقى هنا بقى بور رينال فانكشن، جليبيزايد ميبي بيتر اوفن ذان جلايبرايد اند جليبرايد. يبقى لو واحد عنده رينال فانكشن مشكله، الجليبيزايد احسن واحد فيهم يعني. معايا؟ يبقى خلي بالكم يا شباب، احنا قلنا الميتفورمين قولا واحدا ما ينفعش للناس اللي عندها جلوميرولو فلتريشن ريت اقل من 30، لكن السلفونيلوريا برضه ما تنفعش للرينال امبيرمنت باستثناء الجليبيزايد. باستثناء الجليبيزايد هو الوحيد اللي ممكن، يعني لو حد رينا فانش وقال لي هختار مين، اختار الجليبيزايد. خلاص، الافكاسي بتاعته دلوقتي، الافكاسي بتاع السلفونيلوريا دي كويسه جدا، من 1 ل 2 بتنزل لي الهيموجلوبين اي 1 سي من 1 ل 2%، ودي حاجه كويسه جدا. المعلومه بتاعت الملحوظه دي مش مهمه قوي، لكن المهمه اللي عندي اللي هي 1 ل 2% من هيموجلوبين او ان سي. خلاص طيب، الدوزس والانكريمنت في الدوزس، ازاي ازود الدوز؟ يعني هنا بص، احنا قلنا الجليبيزايد ده هو دراج اوف تشويس لو الراجل ده عنده رينال امبيرمنت، ممكن اختار اي واحد فيهم لو الراجل ده الرينال بتاعته كويسه. بيديك الانيشال دوز بتاعت كل واحد فيهم، يعني كلهم بيتاخدوا وانس اور توايس ديلي، يعني لونجر اكيا، ممكن الاكشن بتاعه يقعد من 8 ساعات ل 12 ساعه، فبيتاخدوا مرتين في اليوم، واضح ان هم لونج اكتنج. لكن هنيجي بقى للكلاس اللي بعديها شبهها قوي بس شورت اكت، اللي احنا خدناها من شويه في السلايدز بتاعت الفارماكولوجي. خلاص؟ خلاص يا شباب، الجليبيزايد قلنا هو الوحيد اللي بينفع في الايه في الرينال امبيرمنت، والدوزز يعني مش حفظ، بس انت ماكسيمال ديلي دوسج بتاع كل واحد فيهم ما يبقاش زيادة عن كذا، واعتقد يعني من النادر ان هو يعني دوز تبقى حفظ يعني، ف لان هو ما شاء الله البورد عندكم مليان دوزز وكده، بس لازم تبقى ترجع طبعا لما هتيجي توصف العيان لازم ترجع للجايد لاين انت ايه الدوز وايه اكتر حاجة ممكن توصلها. يعني مثلا حسيتي معاه بين 2.5 مرتين في اليوم، يعني التوتال 5 في اليوم، لازم تعرف اما تيجي تزود له من 2.5 ل 5 مرتين في اليوم، يعني 10. طيب ما جابش، عايز تزود كمان، اخرك كام بالنسبه للجلايبرايد؟ 20. خلاص، لازم تعرف بدايتك والانترفال اللي هي ويكلي انترفال، واخرك كام، ما تزودش عن 20. خلاص، ما جابش نتيجه يبقى خلاص، يبقى الراجل ده وصل لايه، للديبليشن وبيتا سيل، ومحتاج اصلا انسولين. لو وصلنا لدوز عاليه من السلفونيلوريا ومفيش نتيجه، يبقى الراجل ده محتاج انسولين. طيب الميجلينيتيد اللي هي ايه؟ اللي احنا خدناها من شويه، ريباجلينيت والاخو اللي هو ناتجلينيت. خلاص، اللي هو ناتجلينيت اللي هو ده.
خلي بالك دول نفسهم هم الميكانيزم اوف اكشن ذا سيم اس سافرنيلولي بات شورت اكتنج. خلاص حتى الدوز بتاعتهم، بص الريباجرينيد نص الواحد مللي جرام 15 مينت بيفور ميل. ليه؟ عشان هم فيري شورت اكتنج. خلاص يبقى ده مهم جدا في فين؟ في البوست برانديال هايبر جلايسيمي، زي ايه البولس كده، انسولين اكنه زي البولس كده. خلاص فده ميزته ان هو ده عامل زي ما قلت لكم من شويه، لازم مع الاكل يعني، ما ينفعش ياخده وما ياكلش. ناتج لنيد دوز اكبر بقى 120 ملي جرام بفور ميل او 60 نص الجرعه بس كفايه. لو الهيموجلوبين اي 1 سي مثلا قريب من السبعه، يعني مثلا 7 ونص 8، يبقى الراجل ده ادي له ايه 60 كفايه من ما من ايه من الناتج لنيد. لكن لو مثلا الهيموجلوبين اي 1 سي ده لا 9 10، يبقى ده ادي له 120 بفور ميل. خلاص الريباجلينيد كان بي انكريزد ان ويكلي انترفال اف نيدد. ادفيرس افكت هاي هيبوغلايسيميا لو هو ما كلش. خلاص ويت جين برضه نفس السافرونيلوريا. ابر ريسبيراتوري انفكشن كونترا انديكيشن هايبر سنسيتيفيتي. كوشن كونكونتنت يوز اوف ريباجلينيد اند جيمفوبروزيل. جيمفوبروزيل ده واحد من الادويه اللي بتمنع البي 450 انزيم اللي هي مسؤوله عن تكسير الريباجلينيد، فممكن يزود تاثيره بشكل كبير، اللي هو جيمفوبروزيل. اوكي فبس تبقى المعلومه دي عندنا ان هو كونترا انديكيتد مع الدواء ده بالتحديد جيمفوبروزيل. خلاص يعني في بعض المعلومات كده طبعا تضطر حافظها وعارفها، ان هو الراجل ده لو بياخد جيم في بروزيل، اعتقد ده جيم في بروزيل كان انتي فانجل، انا مش فاكر والله بصراحه كان ايه، كان المفروض ان انا ادور وانا بحضر المحاضره دي يعني. بس هو كونترا انديكيتد معاه. خلاص الافيكاسي من نص لواحد ونص في تنزيل الهيموجلوبين اي 1 سي، اقل شويه من السلفونيل اليوريا، بس لازال بيستخدم موست افكتيف فين؟ في البوست برانديال، بوست برانديال جلوكوز اكسيرشنز. اكسيرشنز يعني نوبات الارتفاع المفاجئه في السكر، ده مناسب ليها جدا، موست افكتيف اون بوست برانديال جلوكوز اكسيرشنز. خلاص كده احنا خلصنا كام كلاس من العشرة؟ 3. خلاص استخدمنا البيتفورمين، واستخدمنا السلفونيل يوريا، وقربتهم الريبجلينيد والناتجلينيد اللي هي شبه قوي السلفونيل يوريا. فاضل عندي نمبر 4، هخليهم بقى المره الجايه عشان انا طولت عليكم. انا بس هسيب بقى العشر دقائق دول للاسئله، يعني يا ريت نفتح ونسال. يعني دكتور هاجر اي سؤال او اي بلاش، يعني خش اشرحي لي مثلا تأثير الميتفورمين أو أي حاجة، يعني عايز مثلا مشاركة من الدكتور هاجر ومشاركة من الدكتور شوقي وعلى فكرة يعني هو تقييم الحضور بتاعك ده، يعني الدكتور أحمد حنفي هو معانا، وتقييم الناس اللي بتحضر لغاية الآخر وبتصمد إن شاء الله يبقى ليها تقييم مختلف عن الناس اللي مجرد إن هي تسمع الريكوردينج أو كده. فيا ريت دكتور هاجر تديني مشاركة أنت تختاريها، والدكتور شوقي يا ريت برضه يديني مشاركة قبل ما نختم، يعني سواء سؤال او توضيح او شرح حاجه احنا شرحناها تاني. يعني مثلا سؤال، امتى الميتفورمين او ايه كونترا انديكيشن بتاعت الميتفورمين؟ مين هيجاوب كونترا انديكيشن بتاعت الميتفورمين؟ الو حد يفتح المايك قبل ما نمشي، حد يقول جود باي، طيب اي حاجه. انا وحيد، شكلكم رحتوا تاكلوا اتفرجوا على مسلسل يا دكاتره. دكاتره دكتور هاجر دكتور شوقي كده من غير ما تقولوا مع السلامه ما ينفعش. انا احس طيب، يعني احس ان انا بقالي ساعتين ونص لوحدي مثلا. يا شباب
حاجه بتكون بقى ايه بيبقى ان انتوا كده كده مش معايا هكمل شرح. انتوا كده كده مش موجودين يعني، فانا ايه استغل الوقت واشرح ويبقى كده شرحت وخلاص الحاجه يعني. انا بس نفسي يعني اللي يسمع التسجيل بعد كده لو انتوا مش حاضرين، لو انتوا مش قاعدين يعني بتسمعوني، حد يقول لي يعني ايه وقت كميه المعلومات المناسبه اللي ممكن اديها لكم من غير ما تطفشوا معايا، بحيث ان انا ما احسش بفشل موضوع الاونلاين ده معايا. او لو انتوا من النوع اللي عايز سيلف ليرنينج، بتاخد المحاضره دي سيلف ليرنينج، انتوا احرار برضو يعني. بس ان شاء الله هنعمل ايفالويشن، والايفالويشن ده هيعتمد يعني هيبان فيه مقدار استيعابك للايه للسيلف ليرنينج اللي انت هتعمله لنفسك يعني. خلاص ان شاء الله المره الجايه هنبتدي من الثايازوليدين دايون اللي هي الجليتازونز الافانديا والبايوجليتازون، واشوفكم على خير. طيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر يا دكتور على الشرح، ما قصرت. انت خربان ليه؟ خربان ليه يا دكتور شاوي؟ انا سالت اسئله من شويه ما كنتش بتجاوب ليه؟ يا دكتور شاوي العفو العفو. ايوه اقول ايوه دكتور، انا عايز حد يا عم معايا كده متابعني ويحس ان انا قاعد مع ناس. ف معلش احنا ما موفي صراحه يعني. بتقول ايه؟ والبرنامج طبعا انا اشوف احسن من البرامج اللي قبل، احسن من الهانج اوت كثير يعني. البرنامج ده افضل بكتير، اكثر بكتير يعني. انا صراحه الليله دي يعني تقريبا من اكثر المحاضرات تفاعلا صراحه بالنسبه لي انا يعني شخصيا. طيب كويس والله، ربنا يبارك لك ان انت يعني. انا ايه ضروري انا الخط كبير واجد يعني، فيمدي الواحد يتواصل يعني. طيب غير المحاضرات اللي قبل كان الخط ضعيف واجد يعني. يعني دي افضل بكتير. ايه وكفيت ووفيت وجزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك لك. انت منين يا دكتور شوقي؟ انا من السعوديه. من السعوديه، حياك الله، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. خلاص. طيب ممكن اسالك سؤال قبل ما نقفل؟ تفضل حبيبي. الله يفضلك. بالنسبه للميتفورمين امتى ما اقدرش استخدمه؟ انا طبعا سمعت سؤال قبل شويه كده بس فاتت عليك؟ نعيد تاني. لا ما للحق انا يعني استمع زين، ولازم الاعاده لازم ارجع. طيب هقول لك، ما فيش مشكله، انا مش بسال عشان اختبر، انا بسال بس عشان اسمع صوتك كده وابقى مبسوط ان حد معايا، انت فاهمني؟ فالميتفورمين مش بستخدمه لو حد جيت عنده مشاكل في الكبد او الكلى باختصار شديد معايا. طيب بالتفصيل، لو الكلى معدل الفلتره بتاعتها اقل من 30، ده اقول له لو سمحت انت عندك مشاكل في الكلى لا تستخدم الايه الميتفورمين خلاص. طيب بالنسبه للسلفونيلوريا، لا ده خلي بالك الناس اللي هي عندها بيجي لها هبوط في السكر ما تاخدش سلفونيل يوريا خلاص. وبرده اللي عندهم مشاكل في الكدني ممكن نختار لهم الجليبيزايد بس خلاص. وان شاء الله لما تذاكر الكلام اللي احنا خدناه ده كده المره الجايه هيبقى فيه، بما ان انت راجل معايا لغايه اخر المحاضره وتبلغ زمايلك برده، هيبقى فيه زي ايفالويشن كده امتحان بسيط على الحاجات اللي احنا خدناها في الدايابيتس ان شاء الله. ماشي، وبشكرك إن شاء الله دكتور شوقي والله على مشاركتك ودخولك معايا، حسستني ان انا مش لوحدي يعني، فكتر خير. الله يسلمك. كتر خيرك والله. طيب دكتور شوقي تقدر حضرتك تقول لي شغال في ايه او شغال فين؟ او لسه ولا لسه طالب؟ شغال في مجمع الأمل للصحة النفسية. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك الله يعني يجعل كده علمك نافع ان شاء الله. ده فين، في جدة ولا في؟ لا في الدمام. في الدمام، بالتوفيق بالتوفيق. وأي حاجة طبعاً احنا كشغلات باطنية هذه كلها ما نتعامل معاها، تبع سايكت. كلها سايكيك سايكيك كيسز. طيب هذه بالنسبة لي مراجعة قديمة واجد يعني. فهمتك. بس اكيد السايكيك دول بيخشوا برضو عندهم كومبليكيشنز تانية، او عندهم ممكن بعضهم عنده سكر.
في عندنا بطانية بس مي كبيرة يعني، يعني تمثل 20% تقريبا من المستشفى، 10%. والله ربنا ينفع يعني تفضل. للمرضى يعني السايكل اللي عندهم باطنية طبعا. والله ربنا ينفع بيك، واكيد في شابترز في البورد هتنفعك برضو في المكان اللي انت فيه، وان شاء الله برضو حتى الشابتر اللي احنا بندرس فيه ده من الشباتر الحلوه، لان انت بتقابل ناس في الحياه العامه مش مجرد في مكان شغلنا، بتبقى محتاج ادفايس منك يعني معايا، يعني بتلاقي مرضى يعني هو طبعا الديابيتس يعني موضوع يعني يعتبر عام يعني، هو ملتحم بالمجتمع بالظبط. مو زي مثلا اتش اي في او باقي الشغلات الثانيه. الله يفتح عليك، صح، هو مشكله فعلا جلوبال، تلاقي ناس، كميه ناس حتى في البيت، في معظم البيوت تلاقي فيها حاله او حالتين، فبتلاقي نفسك قادر ان انت بعد ان شاء الله درست الشابتر ده كويس، هتلاقي نفسك قادر ان انت تساعد يعني ان شاء الله. فربنا إن شاء يشكرك الله. دكتور شوقي، ومتشكر على مشاركتك، الله يسلمك يا دكتور. وان شاء الله هبعت لكم الماتيريال دي بحيث انتوا تذاكروها، وان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى فيه ايفالويشن على الشابتر ده ان شاء الله. استشهد على دكتور شو اسمه دكتور حنفي بس ينزلها بكرة يعني لا يأخرها. لا حاضر، هبعتها له النهارده بحيث ان هو ينزلها بكره على طول. حاضر، الله يفتح شاكرين لك يا دكتور. معاك. في ملحوظة دكتور، المرة اللي فاتت اللي نزلوا المحاضرة اللي فاتت اها كسر. الصوت كان مو لطيف يعني فيه. انا عشان كده، عشان انا دخلت على اليوتيوب ولقيتها سيئة للغاية، فعشان كده قررت ان انا اشغل جو تو ميتنج، وان شاء الله التسجيل المرة دي هيبقى حلو. لو للاسف المرة اللي فاتت يعني مفيش تسجيل ده غير ده، فللاسف مش هنعرف نعوضها يعني، لكن امل ان المحاضرة النهاردة انا حاولت اعمل فيها ريفيجن، فان هي تغطي بعض الخلل اللي حصل في التسجيل بتاع المرة اللي فاتت. بين شكل اللي سويته يعني كافي ووافي. الله يبارك لك، الله يبارك لك، وينفع بيك. ماشي يا دكتور شوقي، الله يسلمك. حياك الله دكتور. حياك الله، حياك الله، الله يحييك. سلام. سلام.